بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. عندما تسود حكمة أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب، حقا إنه زمن الغثيان. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. المهندس عادل داخل سخن جدا، فأنا بصراحة ما قداميش إلا أن أنا أهدي اللعب. إيه الحكاية؟ لا، أنت بتسمع كلام وتناقضات ومبادرات وصلح يعقبها سباب واتهامات وشتيمة، وبعدين يعقبها فما تقعده مع بعض ويتساوى الجاني مع المجني عليه، وقاعدين إحنا بس كده مش فاهمين رأسنا من رجلينا، ولا عايز أشوف مسؤول يتحدث في مجال الرياضة بمسؤولية. نفسي أشوف هذا الكلام، وأنا نفسي نتوجه جميعا بخالص وحار الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يمن على الصديق العزيز والكاتب الصحفي والإعلام المتميز الأستاذ خالد توحيد، رئيس القناة والكاتب الصحفي ورئيس تحرير الأهرام الرياضي السابق، أن يمن الله عليه بالشفاء بعد أزمة قلبية عنيفة دهمته اليوم، يرقد على إثرها في مستشفى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة. والحقيقة يا باشمهندس، خالد كان بيصلي الظهر في النادي، يعني بيصلي الظهر في النادي، في الركعة الثانية حصلت الأزمة العنيفة جدا. لطف الأقدار ورحمة ربنا أنه المستشفى القريب من النادي مباشرة مستشفى المعلمين، فعلى الفور تم التعامل بالإسعافات السريعة مع الحالة، وتم نقل الأستاذ خالد توحيد للمستشفى. الحالة تحتاج إلى دعوة أو دعاوى كل الناس المخلصة والمحبة أن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالشفاء. العصر كده لقيت تليفونات من شخصية ما أعرفهاش، أحمد حامد. في الآخر قلت لا، ده شخص مصر، يبقى لازم أرد. فرديت، فقال لي أنا باشمهندس عدلي من أمن مستشفى المعلمين، ولقيت من واجبي ان انا اقول لحضرتك حاله خالد توحيد. وحكى لي ان يعني الحقيقه واثنى، وقال لي ان الدكاتره كمان اثنوا على دور الاسعاف المقيم في النادي الاهلي في اسعاف، تعامل مع الحاله على طول ونقلها. يعني مش عايز اوصف الحاله المزعجه اللي كان منقول عليها، ربنا يديله الصحه الزميل العزيز خالد عشان ما ازعجش كمان الناس محبيه واهله، لكن المهم ان القلب عملوا له التدخلات والصدمات الكهربائيه، استجاب وحركه، وهو الان في العنايه المركزه. خالد من الذين يصرفوا على انفسه، يثقل على نفسه كثيرا، يتعامل مع كل شيء بعاطفه وانفعال، و ما بقولش ان ده السبب، لان اذا كان ده سبب كلنا هذا الرجل. طيب. انما هي مشيئه الله، وباذن الله ربنا يعديه على خير ويرجع معافى بكامل موفور الصحه ان شاء الله، ويرجع نناكف في بعض تاني في القناه هنا. خالد من الاعلاميين الكبار صديق العمر، اصحاب النكهه والشخصيه والاتزان، صحيح، والحقيقه ونظافه اليد، ويمكن عشان كده هو بيشد شويه الناس النقيه دي، بتبقى مش مستحمله بعكاكه حواليهم، فربنا يشفيه يا رب، ودعوات كل الناس له بالشفاء. الحقيقه في الازمه دي لقى جنبه وحواليه كل الناس. عايز اقول لكم انه كابتن محمود الخطيب فور ما وصل له الخبر جه من البيت بالتريننج سوت، يمكن حتى الناس اندهشت، يمكن لاول مره من بعد ما الكابتن الخطيب اعتزل يشوفوه بالزي الرياضي، التريننج سوت جاي من البيت مباشره، وكل الساده اعضاء مجلس الاداره والكل كان موجود في المستشفى لساعات طويله. كابتن الخطيب يمكن لعلاقاته باداره المستشفى اتصل باكثر من طاقم طبي متخصص في علاجات القلب، وحضر أكتر من كونسولته للتعامل مع الحالة. فربنا سبحانه وتعالى يعني يمد بكل العناية والرعاية لخالد بإذن الله، ويجتاز هذه المهنة يا رب
ان شاء الله. كل دعواتكم الصادقه لخالد توحيد باذن الله تعالى يرجع لنا في موفور الصحه والعافيه ان شاء الله. انت اشرت الى جزئيه الحاله الرياضيه الحاليه. امبارح اتحاد الكوره طلع الجدول الخاص بالمباريات اللي جايه في الفتره الخاصه بالدوري، المباريات المضغوطه، وايضا حرص على انه برضه يحط مباراه 28 فبراير الاهلي وبيراميدز في كاس مصر. الامر برمته طبعا معروض على مجلس اداره النادي لدراسه الموقف واتخاذ ما يراه، لكنه المؤكد انه المرحله اللي جايه فيها ماتشات كتيره هنتكلم على الشق الفني الموضوعي في التعامل مع الكم الكبير من هذه المباريات. قرات للمشهد استاذ ابراهيم من اكثر من اسبوع اتقال ان مباراه 28 هتكون كاس مش دوري، واتقال ملامح جدول لنفاجئ ان النادي الاهلي بيقول ما جاليش حاجه، ونقعد لمده اسبوع وبعدين يجي الكلام اللي كنا سمعناه من اسبوع فات. اذا هو قرار معلب سابق التجهيز. كان هناك اكثر من سيناريو، ولكن الضغوط 100% اصفرت على ان يصدر الجدول كما صدر وكما كتب وكما سرب من اسبوع. وده بيقول لك ان المشهد مش طبيعي، وان احنا بنتعامل مع شيء ما هواش في النهايه يعني لجان في اتحاد الكوره. لان لو كان الجدول ده من وحي وابتكار لجنه المسابقات كان لازم يعلن في يومه. لكن الارجاء ان كان في صراع، واضح ان كان في صراع ان يحصل ما يطلعش بالشكل ده. لان الملاحظات على الجدول طبعا ماتش السوبر وماتش الكاس في كلام، لكن كمان هل الجدول اتحط وراع ان خلاص بقى ننفذ كلنا ترتيب وسياق الجدول، يعني تتلعب كل الماتشات في موعدها، ولا برضه هنلاقي ماتشات مهمه بتتلعب قبل ماتشات مهمه؟ وهنا يبقى الموضوع يعني زاد، يعني لا محتاج بقى تفسير وقف. عموما مش هنعلق لان الامر برمته امام مجلس الاداره. ده لدراسه الموقف فيما يخص النادي الاهلي، لكنه كمان حتى فيما يخص الكره المصريه، لانه الفتره اللي جايه زي ما قلت لحضراتكم نتيجة لغلق عدد من الملاعب استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، فالمسائل هيبقى فيها زنقة كتيرة قوي، وفي ماتشات كتيرة في مواعيد مضغوطة جدا. نتمنى إن شاء الله إن الكل يتعامل مع هذه المسألة في الفترة الضيقة جدا بحسابات فنية تخلي حتى الأجهزة الفنية ما تعانيش كتير في ضغط المباريات. احنا بمجرد ما الزمالك شارك في الكونفدرالية لعب ماتشين بدا يشتكي من الاجهاد وضغط المباراه. لا هيشتكي طبعا، هو الزمالك لو الضغط الاسماعيلي نفس الحكايه، اصلها مش عمليه مش حجه يعني. لما بنقول ضغط المباريات والارهاق والاجهاد والكلام ده، الاجهاد تعال نتخيل اليوم بتاع لاعب الكوره بيبتدي الساعه كام؟ يبتدي الصبح الساعه 7 صباحا، يقوم يغسل وشه ويلبس ويفطر سريعا ويتوجه للنادي عشان يبدا التمرين من 9:30 ل 10. بعدين يتعمل التمرين، المصاب يخش على الجيم، السليم بيخش ياخد الجرعه التدريبيه بتاعته، وبعدين نروح داخلين على التشاش بتاعته، اللي يخش على المقطس يخش، اللي يخش على الاستشفاء بالتلج يخش، وبعدين يلبسه، بعدين يرجعوا يتمرنوا اذا كانوا يتمرنوا مرتين، اذا كانوا بيتمرنوا مره واحده هيبقى بيسمعوا محاضره كوره بيقعدوا وبعدين بيروحوا. اللي عايز يتدلك يتدلك عشان ما تقدرش تلعب تاني يوم وانت متدلك، فممكن تدلك قبلها بيوم او بعد المباراه على طول. فتخيل ان كل ثلاث ايام نفس هذا السيكونس، هذا الاجراء بيتم هو 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 هو. الارهاق ليس عضلي فقط ولكن ذهني وملل. ان تفعل نفس الشيء على مدى الاسبوع وبدون توقف وبدون فترات راحه بين المواسم يا استاذ ابراهيم. الارهاق لما بيقول يعاني من الاجهاد هو الاجهاد الذهني الذي يوتر العضلات ويدفع بالادرينالين، والادرينالين بيؤثر على العضلات، قصه علميه ماهيش قصه تلاكيك. فالنهارده اللي كان بيتهكم بيقول الاهلي وبيأجلوا له زي ما يكون الاهلي بيأجلوا له، ده الاهلي مش كان بيأجلوا له، الاهلي كانوا بيوسعوا للماتشات الافريقيه. اللي بقى بيزيد الطين بله في ايه؟
ان في سفر، وضب شنطك روح للمطار، سافر اقعد ترانزيت، سافر انزل اعمل استشفى، نام اصحى يوم وتروح راجع عامل نفس الشيء. وساعات بترجع من السفر على برج العرب او على الجونه. هذه حياه النادي الاهلي ولعيبته بقى لها 3 4 سنين، فاللي بقى له شهر او اتنين هيبتدي يشعر ان فعلا لا ده كلام مش هزار، ده الكلام يعني الاصابات والحاجات دي. بالاضافه ان لازم نفهم ايه الاصابات دي وليه ألمع نجوم. ألمع نجوم لانهم اكتر ناس بتلعب دولي ومحلي ناهيك عن المنتخبات. فطبعا النهارده اما النادي الاهلي هو ماتشات الدور الاولاني الاهلي لعب ماتشاته كلها، بحين يتبقى للزمالك المفارقه هنا مباراه الاسماعيلي. طيب دي هتتلعب قبل ماتشات الاهلي ولا لا؟ لا. طب ليه؟ ما حد بس لو تعرف لو في كلام موضوع ليه اقول والله عندك حق سلام عليكم كده انت مظبوط، انما تتشبث بشرعيه طلبات وتنكر على طلبات مشروعه ان تقدم، يعني هنا بقى هنا عشان كده بقول لك اللجان يعني مغلوبه على امرها. لا وبتتكلم بناء على سند محتمل. بمعنى ايه؟ قال لك بيراميدز منافس للاهلي والزمالك، فازاي هيلعب مع الاهلي قبل ما الاهلي يلعب مع الزمالك في الدوري؟ فخلاص تتاجل نثبت بقى على اساس ايه؟ ان المنافسه ثلاثيه. طب حد قال ضامن كره القدم في مبارياتها ونتائجها الاسماعيلي مش هيبقى منافس؟ المقصه او المصري او 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 بقيه الفرق. معلش يا استاذ ابراهيم خلينا في الامر الراهن، منافس. طيب الاسماعيلي، طب ثبت المعيار. طيب ثبتنا نفس المعيار. طب الاسماعيلي هيلعب مع الاهلي الماتشين او هيلعب مع الزمالك قبل ما الاهلي والزمالك يلعبوا؟ لا، وهيلعب مع الاهلي الماتشين مثلا قبل ما يلعب ماتش الدور الاولاني. يعني في حاجات ثبتوا المعايير خلينا نقتنع ونستسلم. بالظبط. وبعدين عايز اقول حاجه يا جماعه، الموضوع ده ما فيهاش كسبان وخسران، يعني مش اللي ماشي دماغه هو البطل. ايوه. الله، هو انت بطل؟ هو انت لما تبقى راجل تملك المال، تملك النفوذ، تملك الحصانه، طب ما انت خلاص انت تقدر تمشي كلامك. لما الطرف اللي قدامك بقى لا يملك على نفس القدر كل هذا، بالاضافه الى انه كمان بيبقى مطالب ان يراعي حق الدولة وحق المجتمع وحق اسمه الكبير، وان مش الاهلي اللي يعمل كده. يبقى كمان مش بس ان انت حتى مش عارف تمارس قوتك، يعني مش عارف تمارسها. يعني او مش قادر تمارسها لان دي ثقافتك انت، ثقافتك انك انسان او كيان بيتعاون مع الدولة باستمرار ما يعملهاش مشاكل. في معادلة غير عادلة، المعادلة غير عادلة. طيب ما دمنا هنتكلم في المعادلات غير العادلة، المعادلات المزعجه اللي الفتره اللي جايه او المتوقع ان هي تثير ازمات الحقيقه، لانه الازمات الحقيقيه هتبدا مع كثره عدد الجاهزين من فريق الاهلي. الفريق والحمد لله بدا معظم المصابين ان لم يكن جميعهم بحمد الله تشافوا وبدا يدخلوا في تدريبات الكوره، فهتبقى الجاهزيه لاكبر عدد من اللعيبه موجوده عشان يبدا بقى الضرب تحت الحزام وتبدا اثاره الفتن. وكل مباراه لا صارت تختار 18، مش هيتقال اختار 18، استبعد فلان وفلان وفلان، هو بيختار مش مستبعد، وانت هيفضل مستبعد علان وترتان وزيدان. كل مباراه هتلاقوا باستمرار فيه اسماء كبيره تقيله الجهاز الفني ممكن ما يقعش اختياره عليها، فهتلاقي دايما وابدا مع كثره عدد الجاهزين. النهارده تدريبات بدنيه اضافيه لوليد ازار واحمد فتحي، الاثنين بداوا يخشوا بشكل جاد. الخماسي اللي كان مصاب اطمئن عليهم لاسارتي احمد فتحي ووليد ازار ورامي ربيع وصالح جمعه واحمد حمودي شاركوا في المران النهارده. الشناوي وعلي لطفي شاركوا في المران الجماعي. حتى جونيور اجاييه الاستقرار الكامل بتاعه، تم تمديد العقد بتاعه 3 سنوات جايه، وجددت قبل كده او مددت عقد عمرو السوليه ومددت عقد رامي ربيعه وعلي معلول عشان تحافظ على القوة الكامنة الكبيرة في الفرقة. اللي جاي بقى، اللي جاي بص يا استاذ ابراهيم، انت قلت عشان الازمات تبدا هتبدا خارج النادي الاهلي، هتبدا ازمات يفعلها
الاعلام والسوشيال ميديا مش بتاع الاهلي. ايوه. انما لعمل الوقيعه وعمل الفرقه، ولكن حقيقه الامر الاتي. ركز معايا بس. اتفضل. انت دلوقتي لما كل لعيبتك تبقى جاهزه هتبتدي تحط بقى المعايير الصح. واللعيبه مش كامله كلها. انت مضطر تحت معايير الاصابات والمتاح، الاصابات والمتاح، انك انت تختار من السليم. لكن في عندما يكون كله متاح معاييرك بتبقى عباره عن ايه؟ ايوه. الاجهز، الاكثر التزاما، الانسب تكتيكيا لظروف المباراه. انا بقول لك الانسب تكتيكيا لظروف المباراه. هتبتدي يبقى شغلك والحي الفيصل فني وسلوكي و لصالح نظام الفرقه. ايوه. فاهلا بها ازمه. طيب الجدول لو هنفكر حضراتكم حسب ما اعلنوا اتحاد الكوره امبارح، 18/2 على طول النهارده مصر المقاصه مع وادي دجله، كان بكره في جونه وبيراميدز، والاربع في سموحه مع المقاولين العرب، وطلائع الجيش مع الزمالك يوم الاربع، الاربع الاهلي مع الداخليه. ماتشات الاهلي عشان نشير لحضراتكم عليها، الاهلي هيلعب الاربع وهيلعب الحد. المقاصه فاز 2-1، فتقدر تحط 2-1 على الجول على وادي دجله، تقدر تحط له 3 نقاط دلوقتي. طيب وما دام قلنا 2-1 ما ينفعش النتيجه تعدي بسهوله، والاهلي فاز على الزمالك النهارده 2-1 في بطوله القاهره الكبرى تحت 17 سنه مواليد 2002، الاهلي بيفوز على الزمالك 2-1. الحقيقه فريق بيقوده الكابتن ياسر محمدين المدير الفني في الاهلي. المباراه كانت في مدينه نصر في الاسبوع السابع في بطوله القاهره الكبرى. بس كمان اللافت حسب نظام البطولة، دي المباراة الستة بين الأهلي والزمالك في المرحلة السنية ديت في هذه المسابقة. ياه. الأهلي فاز 5 ماتشات وتعادلوا ماتش. خلاص إذا في تفوق. فالتوتال اللي بينهم 5-1 مش 6-1. وفي ماتش جاي ولا حاجة؟ يكمل 6-1؟ لا يعني أنا بتكلم إن يعني إحنا لسه الموسم مخلصش. أنت تملي بخبسك ال ولا خبس ولا حاجة، أنا بقول لك 5-1 وتقول لي وقفت عند 5-1. لا يعني على اعتبار إن الموسم مخلص. يعني ولعبنا 5 ماتشات ولا 6 ماتشات، هل في ماتشات جاية؟ طبعًا. الهدفي الأهلي سجلهم أحمد عربي ومحمود صابر، وإن شاء الله وقت ما هتجهز لقطات من هذه المباراة القمة المصغرة اللي بين الأهلي والزمالك هتتفرجوا إن شاء الله في حلقة النهاردة على الهدفين. لكن بقول لك يا باشمهندس، الاربع الاهلي هيلعب مع الداخليه، الحد هيلعب الاهلي مع الجونه في الجونه يوم الحد اللي جاي ان شاء الله. خدوا بالكم من الوضع المضغوط، يوم الخميس 28/2 ده الميعاد الملغم بتاع مباراه الاهلي وبيراميدز، موعد المباراه الملغمه. في الجدول كمان الاهلي وبيراميدز 18/4 ده في الدوري، لانه دي مباراه مؤجله. عندك في شهر 3/4 مارس الاهلي وبتروجيت. الاهلي هيلعب كمان مع في بقيه المؤجلات، لكن كمان المعسكر للمنتخب لمباراه النيجر بالخارج يعني هيبقى في الفتره من يعني 18 ل 26/3. هيلعب ماتشين ورا بعض يعني. الاهلي هيلعب بيراميدز المفروض في الكاس، وهيرجع يلعبه في الدوري يوم 18 ابريل. لا لسه 18 ابريل. هما ليه الجدول عموما 18 ابريل الاهلي وبيراميدز في الدوري، دي مباراه مؤجله مكتوب قصادها مؤجله. عموما زي ما قلت لكم الازمه كلها فيما يخص مباراه الكاس وموقف النادي محل دراسه من مجلس الإدارة، وتتابعوه إن شاء الله الفترة اللي جاية. امبارح كان التصويت الشعبي على قيمة النجومية والرمز. بقول لكم التصويت الشعبي بالمعنى الحرفي. كابتن محمود الخطيب اعتزل الكورة، اعتزل اللعب.
في الملاعب في 87. انتم متخيلين احنا بنتكلم على كل هذه الثلاث عقود واكثر مرت على اعتزال محمود الخطيب للكوره. كل اللي انتم شايفينهم في الجامعه ما شافوهوش هو بيلعب. بس ده التصويت الشعبي على قيمه السلوك والاخلاق ورمزيه النادي الاهلي كمان. امبارح محافظه الدقهليه كانت بتحتفل بمرور 800 سنه على نشأة مدينة المنصورة العتيقة العريقة. دعي الكابتن محمود الخطيب ضمن أهرامات ثلاثة المنصورة بتكرمهم من أبنائها، يعني اللجنة المنظمة اختارت بين رموز المنصورة المؤثرة في تاريخها ثلاث قمم في تقديرهم أن دول الأكثر تأثيرا، مع كل الاحترام طبعا لقامات كبيرة جدا ثقافية وأدبية وعلمية أنجبتها محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة. هتشوفوا كتير من هذا الحفل، لكنه لما يتقال أنه رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله، ثلاث أهرامات كبار المنصورة بتحتفل بيهم وتحتفي بيهم وبتاريخهم وبتأثيرهم في الحركة الشعبية العامة في كل الاتجاهات، سواء الجانب الديني بكل قيمته وقداسته والجانب الفني بكل طربه وقيمته في أم كلثوم والجانب الرياضي بكل تأثير الكابتن محمود الخطيب كابن من أبناء المنصورة في هذا المجتمع. تأثير إيجابي الحمد لله. طبعا هذا رجل لم يتلفظ يوما لا أمام الإعلام ولا خلف الإعلام ولا أمام أصحابه ولا في البيت حتى بينه وبين نفسه بأي لفظ نابي. لم يغتب احد، ما شفتوش بيجيب سيره حد. صحيح. ما شفت النتيجه اهي. يعني حاجه عمري ما سمعته بيشتم، عمري ما سمعته بيشتم. ما هو بدل ما بيجيبش سيره الناس هشتمها ليه؟ صحيح. واخد بالك؟ فالقدوه دي هي اللي هي دي القدوه الايجابيه المؤثره في مجتمعها المطلوبه. عشان كده الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظه الدقهليه والدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعه المنصوره والدكتور رضا سيد احمد عميد كليه الاداب ورئيس اللجنه المنظمه لهذه الاحتفاليه الكبيره في حضور بقى نخبه كبيره جدا من قامات المجتمع من ابناء الدقهليه، سواء الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الاسبق واحد القامات القانونيه الدستوريه الكبيره، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الاسبق، والدكتور احمد جمال الدين موسى وزير التربيه والتعليم الاسبق، والوفد اللي رافق الكابتن محمود الخطيب كان معاه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وفي حضور لفيف كبير من نواب الشعب وممثلي الازهر الشريف والكنيسه ورموز محافظه الدقهليه. كان الاستقبال اكثر من رائع. الاستقبال الشعبي والرسمي لرئيس النادي الاهلي في جامعه المنصوره وهذه الاحتفاليه اللي اقيمت بالصاله المغطاه بالقريه الاولمبيه اعتقد كانت لحظات اولا سعيدة جدا جدا للكابتن محمود الخطيب، لكن كمان تدعو للزهو والفخر لكل واحد أهلاوي إنه رئيس النادي الأهلي يكون له هذه القيمة المجتمعية المرموقة وهذه الاحتفالية والاحتفائية الكبيرة جدا، وهو بهذا النموذج اللي يسعد كل أهلاوي ويشرف كل واحد بيحب النادي الأهلي. هنشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب وسط هذا الحشد غير الطبيعي الحقيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الساده الحضور، اخواتنا وشبابنا، الحقيقه انا اقول كلمتين بقى عشان النهارده من الأيام اللي هي أيام سعيدة جدا في حياتي، وأنا جاي في السكة طول الطريق حاسس براحة نفسية كبيرة جدا، حاسس إن أنا جاي بلدي، جاي البلد اللي اتولد فيها أبويا وأمي الله يرحمهم ويرحم أمواتنا جميعا. لما شفت المظاهر الحفاوة ديت والتكريم ده تذكرت أبويا وأمي وكل
أفراد القرية الصغيرة اللي أنا موجود فيها، وحاسس إن أنا ربنا سبحانه وتعالى أراد إن أنا يكون لي اسم شهرة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن يزيد هذا الأمر ويحفظه من الزوال. عايز بس أقول لشبابنا كل واحد فيكم يقدر يحقق ذاته، كل واحد فيكم يقدر يحقق أحلامه. اجتهد، اشتغل، خليك قريب من الرب سبحانه وتعالى، بإذن الله كل أحلامك تتحقق. أنا الحقيقة فخور جدا جدا إن أنا واحد من أبناء هذه المحافظة. قد كده كانت ليا أو كانت ليها دور كبير جدا في نشأتي، ودور كبير جدا في أسلوب حياتي كله، أسلوب اللي أنا شفته من أهلي كلهم. أعتقد إن أنا ماشي عليه لغاية دلوقتي الحمد لله. كل أنا أتمناه إن أنا أكون واحد من ضمن يعني علماء ودكاترة وفنانين ومثقفين، أكون واحد من ضمن أبناء هذه المحافظة. ده فخر كبير جدا ليا. بشكركم تاني جدا على الحفاوة اللي أنا شفتها، بشكر كل واحد في حضراتكم، وإن شاء الله نجتمع دايما على خير بإذن الله. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختيار الخطيب مش لأنه لعب كرة أسطوري. المحافظة لما قررت تاخده زي ما أنت بتقول كده، إنه أيقونة، حالة، خلق، قدوة، حابب تقول إن الراجل ده ابننا. أيوة. وتفرح بيه. طب هي بتفرح بإيه؟ هو ده اللي أنا بقوله. لما كنت بقول النادي الأهلي مشرف الدولة وهو يزالف جزء منها ويعتبر نادي دولة، إنه بيشعر بمسؤوليته، حاطط نفسه في حتة ما تتخدش. لأنك أنت نابليون بونافارت لما جه حب يهد أبو الهول، ضربه بالمدافع، طير له طرطوفة مناخيره، ما عرفش يعمل في حاجة أكتر من كده. زي الناموسة اللي تقرصك تضايقك لكن ما تقضيش عليك، أنت اللي بتقضي عليه. هنتحمل هذا اللدع وهذا الزن، لكن هنفضل زي ما احنا يا أستاذ إبراهيم. طول ما فينا مزاجنا دي بتتكرم، احنا بنشعر. يعني لما تيجي تقول الكابتن الخطيب بكل الالام بتاع ظهره ورجله ومش رقبته ومش عارف ايه والكلام ده، ايه اللي بيخليه يتحمل؟ انه بيشعر بقوه بتنطلق جواه من هذا الدفء ومن هذا الاحترام ومن هذا التقدير، بتدي لك وقود استثنائي. فالمصورة تكرم هذه القيم كلها قبل أن تكرم الشخص. مش هتروح لو الخطيب ده شتام ولعان وتراب الميكر وبتاع، ما كانوش هيفكروا فيه مهما كان لعيب. لكن يعني التوفيق أصابهم، والتوفيق أصاب الخطيب أن يكون على هذا النهج. طيب الحقيقة هذه حفاوة تعكس القيمة، حفاوة تعكس القيمة بجد. هؤلاء الشباب بالألاف في الجامعة، وأنا استقبلت على السوشيال ميديا، شفت ناس كتيرة بتعتب ليه ما قلتولناش الخطيب جاي المنصورة النهاردة. ده دول اللي عرفوا الدلتا كله كان نفسنا نروح نحضر الاحتفالية. يعني لو أنت فتحت ولو أنت قلت إن الخطيب رايح الأهلية، ما أعتقدش كانش وصل كانش أعتقد الصالة ديت هتسع ده. لكنها الحفاوة التي تعكس هذه القيمة. وده بيقودني حتى الكلمة اللي قالها كابتن الخطيب وبيتذكر جذوره. لو كنت افتكرت كنت جبت لك النص اللي كتبه الأستاذ عباس لبيب عليه رحمة الله في الأهرام. هذا كان من عشاق الخطيب. عن موهبة ظهرت في الملاعب اسمها محمود إبراهيم الخطيب سنة 72، فموجه له رسالة نشرناها قبل كده في مجلة الأهلي، وهو بيوصيه كناشئ طالع. قال لك بزغ في ملاعبنا لاعب موهوب هذه الأيام يدعى كذا. أنا بقول له أنت موهبتك فزة لا خلاف، لكن إياك والغرور، إياك والتعالي، إياك والطموح المحدود، خليك واثق إن إمكانياتك كبيرة، أنت هتقدر تعمل حاجة غير طبيعية إذا حافظت على سلوكك وحافظت على موهبتك وحافظت على أخلاقك. صدقني من ناحية كروية وصية هايلة، وصية هايلة.
واحنا دائما نكرر بندعم هذه المعاني لاي لاعب. اللعيب الكره مش موهبه فقط. ايوه. لكن الذي يدير هذه الموهبه مجموعه من الضوابط والقيم، هي دي. بالظبط. الخطيب لما وجود النهارده بهذا القدر من الموهبه في ظل هذا الاحتراف والتركيز لصار افضل لاعب في العالم بلا منازع. عايز اقول لك على حاجه، انا شخصيا في الصعيد بقى مش في المنصوره، في بدايه الثمانينات والخطيب كنجم بيهز الدنيا، فجاه واحنا في امتحانات اخر السنه اتقال الخطيب على الطريق الزراعي، كان مع اسرته رايح هنا لواجب عزا لحد من له اخت متجوزه في هنا، فيبدو ان كان رايح لواجب عزا في هنا. فانت بتتكلم في اسيوط في نص الطريق او اقل كمان، عارف في طلبه سابت الامتحان وجريت، فضلوا يجروا ورا العربيه بيبو بيبو، رجعوا بعد ساعتين ثلاثه وضاع منهم الامتحان، بس كانوا سعداء في الصعيد ان هم شافوا الخطيب. فانت متخيل يعني انه تكريم على فكره مصر كانت ذاخره بالمواهب والله يا جماعه. لكن طبعا الخطيب يكاد يكون ابرزهم، لكن لما تشوف الشاذلي وتشوف الكابتن علي بوجريشا وتشوف مصطفى رياض وتشوف ناس على حسن شحاته وفاروق جعفر كباتن دول العظام، تشوف نماذج، حتى تشوف محمد بدوي فتاك ده 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 كان قصه. شاهين، لا مش عايز انسى، بقول لك كان ذاخره بالمواهب، فلما تيجي كل المواهب دي ويتالق في 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 قلبها لاعب زي محمود الخطيب تعرف قدر موهبته. هو هي العبقريه في النموذج ده، انه ازاي عاش كده، ازاي فضل بالرونق بتاع النجوميه أصل بعد 30 او 35 سنه، علشان هو جينيون اصلي. مش مدعي. مش يعني هو خلقه كويس. مش ماسك نفسه وبيشتم في وسط اصحابه. وانا بقول لك ما نعتبر احنا شفناه في وسط اصحابه يعني. طب ما كناش نعتبر انفسنا اصدقاء، لكن عمري ما سمعته بيجيب سيره حد ولا بيشتم. عمري. هي دي الحفاوة التي تعكس هذه القيمة العالية جدا لرئيس النادي الأهلي ولرمز من رموز الكرة المصرية الأصيلة والنقية. ومش عايز أقف عند حتة طب هي ليه الأهلية بتكرم الخطيب، طب هو الخطيب يعرف دخلة السنبلاوين ازاي، ولا الخطيب يعرف طريق منية القمح يدخلوا لها منين. ليك تعبير حلو في الحكاية دي. طب ما دي أي سواق ميكروباص يعرفها، أي سواق ميكروباص على الخط يعرف داخل مفيهاش فخر يعني منية النصر ازاي، ولو رحت يمين تدخل السنبلاوين. يا جماعة التكريم للقيمة، التكريم للرمز، التكريم للعطاء. وعشان يكون هذا الاختيار في محله، شفتوا حجم الحفاوة وحجم الاهتمام اللي خلت الكابتن الخطيب مش قادر يمشي بين الناس. يعني هو كابتن الخطيب لو هو في دماغه وترشح ما كانش هيبقى نايب عن طبعا هيبقى. إذا كان لو هو مترشح هيعرف كل المداخل دي. صحيح. لأنك هتروح وتيجي عشان تطلب من الناس ينتخبك. مؤكد إنه ما يعرفش مداخل القرى والأرياف، لكن يعرف مداخل القلوب والاحترام. دي قيمة رئيس النادي الأهلي، ودي قيمة الكابتن محمود الخطيب. وهنشوف في التقرير اللي اتكلم فيه السيد المحافظ الدكتور كمال شاروبيم محافظ الأهلية، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد جمال موسى رئيس التعليم السابق ومحافظ الشرقية السابق، كلهم هنشوفهم في هذا التقرير، بالإضافة للعلامة القانونية الكبير الدكتور مفيد شهاب، وهم بيتكلموا عن الكابتن محمود الخطيب وعن هذه المناسبة في مرور 800 سنة على نشأة المنصورة. طبعا يعني احنا فرصة سعيدة جدا ان احنا نحتفل هذا العام بمرور 800 سنة على إنشاء مدينة المنصورة في 1219، والنهاردة الجامعة عاملة مهرجان كبير بهذه المناسبة في تكريم لبعض الشخصيات. احنا عندنا شخصيات كبيرة جدا في محافظة الدهلية، النهاردة بناخد رمزين فقط من رموز العمل الوطني، معالي الوزير مفيد شهاب الدين، وهو طبعا شخصية عامة وقدم الكثير لوطنه وشغل عدة مناصب. النهارده بنكرم رمز من رموز الرياضه الكابتن محمود الخطيب اللي هو اسعدنا ابن من محافظه الدهليه، والرمزين هم ابناء المحافظه الدهليه، ابناء محافظه الدهليه هناك الكثير، سيده الغناء العربي، هناك علماء اجلاء
هناك مفكرين ومثقفين، عندنا فاتن حمامة، عندنا كتاب شاعر وكتاب قصة، عندنا مخرجين، عندنا الحقيقة شخصيات جميلة جدا. وبهذه المناسبة احنا هنعمل متحف لكل شخصيات محافظة الدقهلية عشان الشباب الصغير اللي لسه طالع جديد يعرف ما هي الشخصيات اللي قدمت لهذا الوطن الكثير، سواء كان في الفن او العلم او الثقافة. ان شاء الله هنفتتحه قريبا، احنا بدأنا في المشروع وهو مشروع متميز جدا، مكان متميز على النيل، احد الفلل القديمة. ان شاء الله هيبقى ده متحف لعظماء محافظة الدقهلية. احنا بس بنحاول نرسي للطلاب ان احنا ممكن كل واحد منهم يقدر لو هو عايز ان هو يقدر. يعني لما نجيب قمم زي استاذ دكتور احمد جمال موجود جنبي، استاذ دكتور مفيد شهاب والكابتن محمود، دي كلها قصص نجاح، قصص نجاح طلعت باراده وبعزيمه وبرغبه في النجاح. فهو ده اللي عايزين نوصله للولاد. ان حاجه تانيه كمان، ان هم لازم يعرفوا تاريخ بلادهم جيدا، ويعرفوا ان احنا لينا اصاله على ارض محافظه الدقهليه ومدينه المنصوره. على مر التاريخ المدينه دي عملت اسم في اخر 100 سنه، يعني اسم كبير جدا خلاها تسترجع الانتصارات اللي هي على اساسه اتسمت. هي استمت منصوره عشان انتصرت على الصليبيين، لكن في 100 سنه حققت انجازات وعدت للمصريين والبلد، البلد كثيرة من الرموز في كل المجالات. جامعة المنصورة جامعة متميزة لها تاريخ عريق جدا، وكنا اليوم بدعوة من السيد رئيس الجامعة للاحتفال بمرور 800 سنة على إنشاء مدينة المنصورة، أمر رائع جدا. فأعتقد أنه سواء الكابتن الخطيب أو أستاذ الدكتور مفيد شهاب أو أنا أو الدكتور رضا أو كل الزملاء الأعزاء تركوا كل ما لديهم من أعمال مشاركة في هذا اللقاء. شرف ليا طبعا ان انا انتمي لهذه المحافظه، محافظه عريقه، مش كلام، احنا مش جايين نقول كلام، دي محافظه قدمت لمصر الاف، مش هقول مئات، انا اقصد الرقم، الاف من العلماء والمبدعين والمفكرين والسياسيين. اللي انا اتمناه وانا في هذا اللقاء الكابتن محمود الخطيب قال محافظه المنصوره، هي ينبغي ان تكون اسمها محافظه المنصوره. اتمنى ان يكون في تعديل لمسمى المحافظه زي الاسماعيليه، تكون محافظة المنصورة، لأن المنصورة اسم عظيم نفسه، تاريخ عظيم. طبعا أنا في غاية السعادة لهذا التكريم، وبعتبره وسام يعني أرفع بيه راسي، خصوصا أنه تكريم عن موقف وطني أنا بعتز به وافتخر، وهو أنني ساهمت ضمن مجموعة من المصريين الغيورين على بلدهم وعلى ترابها في استعادة جزء غالي من أرض مصر وهو طابة. فتكريم من أجل دوري في طابة شرف كبير ولفتة كريمة من جامعة المنصورة. وأن يتم في رحاب الجامعة وبحضور السيد المحافظ وكل هذه القيادات، إنما شيء طبعا أفتخر به وأعتز. أما في الحقيقة فعندما يؤدي الإنسان واجبه فهو لا ينتظر تكريم. ما قمنا به نحن هو واجب للدفاع عن أرض الوطن، كأنني كنت أدافع عن ملكي الخاص وليس عن أرض الوطن، لأنه ليس هناك أجمل وأجمل وأشرف من أن تتاح لك فرصة أن تدافع عن حبة من رمال أرض وطن. أعادني هذا التكريم لذكرى أيام غالية عندما صدر الحكم في سنة 1988 من محكمة التحكيم الدولية في جنيف، ونحن أعضاء الفريق المصري ننتظر بلهفة وشغف تقول إن طابة مصرية ولا بد أن تعود إلى مصر، إلى سيناء، وسيناء كلها أرض مصرية، ولا بد أن تنسحب القوات الإسرائيلية. ذكرى غالية أعتز بها، تكريم جميل ولفتة جميلة من محافظتي العريقة، محافظة الدقهلية، من جامعتي، في جامعة المنصورة، وأنا ممن يؤمنون بدور الجامعة. وأيضا أن يتم هذا في مناسبة غالية وهي ذكرى 800 سنة على نشأة هذه المدينة العريقة ذات التاريخ المتميز، وكل هذا يجعلني يعني مشاعري عاجزة عن التعبير عن هذه المشاعر. مؤكد أن احتفالية لها قيمتها ورجال لهم قامتهم. صحيح. فسنة حميدة يجب أن تتبع. يجب أن تتبع. دي رسالة لكل المحافظات الحياة. بس نشوف النماذج الطيبة دي باستمرار. بالضبط. كل محافظة المعيار عجبني قوي يا أستاذ إبراهيم. المعيار
معيار التكريم لمن أدى لمن أدى ومن وكلها نماذج يعني تتطلع عليها كقدوة. الحقيقة هي رسالة لكل المحافظات، لأن كل المحافظات المصرية، كل الأرض المصرية أرض خصبة في إنتاج المواهب الكبيرة جدا وأصحاب العطاء الكبير للوطن. أتمنى أنه تجربة المنصورة، صحيح أن هي عريقة في مرور 800 سنة على نشأتها، لكن كل محافظة مصرية عندها تاريخ. نتمنى أن كل محافظة مصرية في عيدها القومي تقدم للشباب نماذج من مثل هذه القامات الكبيرة جدا اللي أسدوا خدمات جليلة وأدوار مهمة جدا في خدمة المجتمع. أتمنى أن أنا أشوف ده في كل المحافظات، لأنه كمان الكلمة اللي قالها كابتن الخطيب للشباب، ودي كانت مهمة جدا، كل واحد فيكم يقدر يحقق ذاته. خليك واثق في قدراتك، خليك قريب من ربنا، حافظ على طموحك وحافظ على سلوكك، تقدر تنجح وتقدر تكون حاجة حقيقية في مجتمعك وفي بلدك. فأتمنى أنه ده مجتمع بينهض ومجتمع بيستعيد أركانه بقوته. نتمنى أن مثل هذه النماذج، أصحاب القدوة الطيبة جدا في المجتمع وأصحاب العطاء، يتم تقديمهم في مثل هذه المناسبات القومية لكل الشباب. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف الفتنة الكبيرة في الأهلي أخبارها إيه. أهلا بحضراتكم من جديد. تابعنا الفترة اللي فاتت العرض الشتوي. العرض الشتوي للفتنة وللأزمة كان بيقوم على فكرة الأهلي ما عندوش لعيبة، الأهلي اللعيبة أقل من المستوى، الأهلي مش عارف يجيب صفقات، الأهلي مش عارف يدعم، الدنيا بايظة. دي الحدوتة اللي شغلت الناس، أو اللي حبوا ياخدوا الرأي العام والجمهور في سكتها، إلى أن تمكن الأهلي بشكل يستحق عليه كل التحية، مش عشان المهندس عدلي قاعد، لكن كل من شارك في الموسم الماركاتو الشتوي المتميز جدا للنادي الأهلي، وكل اللي بيستمتع بالمستويات العالية قوي للعيبة النادي الأهلي اللي في الملعب والقدرات المهارية العالية، حتى لو كان لنا تحفظ على الفرص والاستعراضات هنتكلم عليها في فقرتها، لكن كل واحد يسعده هذا المستوى المهاري المتميز للعيبة الأهلي يشكر كل القائمين على هذه المنظومة اللي عملوا هذا الفريق. طيب إذا نقبكم طلع على شونا، كل اللي انتوا قلتوه واللي انتوا عملتوه الجمهور تأكد ان هي كانت أكاذيب لهدف هز الفريق وضرب الأهلي. لما بدأت الإصابات تكتر بفعل ضغط المباريات وتواليها وكثرة الإجهاد، بدأ الكلام في التشكيك في أسباب كتيرة جدا، وبدأ التهكم والحاجات الكتيرة اللي انتوا شفتوها. النهاردة اللعيبة جهزت الحمد لله، كل المصابين خفوا، لسارتي بدأ يتعرف على القدرات بشكل كويس، كتر العدد قدامه، دخلنا في الفتنة الجديدة. بص يا أستاذ إبراهيم، أبص يا باشمهندس، في المرض بعض الأمراض نتيجة إصابة الجسم بفيروس تقوم تعمله دواء، يروح الفيروس متحوصل أولا ثم متطور ثانيا، بحيث أن الدواء ما ينفعوش، ويظل الفيروس يتطور كلما عالجت أسبابه. ما نعيشه الآن هو فيروس أولئك المشاعر، أصحاب المشاعر الكريهة للأهلي، أصحاب الرغبة في تصدير المشاكل لنادي الأهلي، في تزييف تاريخ النادي الأهلي، دول زيهم زي الفيروس بيتحوروا، كل ما تسد يعني سبب يتمحور لسبب جديد. فالأول الأهلي ما عندوش لعيبة، أو السكواد بتاع الأهلي مش على القدر. الأول ما عندوش فلوس. ما عندوش فلوس يجيب. تقوم تجيب سكواد على القدر. يا عيني على السكواد. ما هم أنا بستخدم لغة السوشيال. لغة العصر. تجيب سكواد. أيوه. يصوم لك بتعرف إنه هو كويس منين؟ من اللوثة التي أصابت البعض. من اللي كانوا عايزينك تفضل زي ما أنت. أيوه. درجة هجوم ويطلع يشتمه في الكابتن الخطيب بدون سبب. يعني مجرد يعني تتعاقد مع رمضان ولا حسين الشحات ولا مش عارف مين، يطلع يشتمه على طول.
الكابتن الخطيب يتكرم يطلعوا يشتموا. ايه التبرع ده؟ وايه النفسانه دي؟ وايه الشغلانه العجيبه دي؟ مش عارف. انما فيبتدي يقول لك صرفته كتير. بعدين اصابات اصابات. شوفوا انتوا بقى الجهاز الطبي بتاعكم، تبتدي تعالج الاسباب واللعيبه تجهز. الفتنه والازمه القادمه، مين اللي هيلعب ومين اللي ما زعلان. التجديد فشل، فشل الاداره في التجديد في الوقت المناسب. لا ده فلان وفلان وفلان، بالاضافه الى الماركاتو الشتوي، تقوم تكتشف انك بتجدد لكل اللعيبه المهمه عندك. الله 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 الله، الفرقه دي هتحافظ على كيانها؟ يبتدي يقول لك ايه؟ نفسانه اللعيبه من التجديد. المبالغه في التجديد. وده فعلا ده جانب من المرام بتاع النهارده. لكن فعلا اللي قاله المهندس عادل، لما تبص لها حتى رصد اعلامي كده سريع، الاهلي ما فيهوش فلوس، هيجيب منين؟ فجاه الاهلي يجيب، ويجيب من حر ماله، فتبقى المساله لا ده غالي قوي. طيب غالي قوي، احنا المسؤولين مش انتوا، والجمهور سعيد بهذه التدعيمات، وده حجم السوق مش اللي احنا فرضناه ولا اللي احنا عملناه، بس الناس بتتكلم على اللي الاهلي بيجيبهم، محدش بيسال الفرق التانيه جبتوا مين بكام. اراهن لو كنتوا لقيتوا حد بيسال في الاعلام بقيه الانديه ارقام تعاقداتها كانت كام. انت ما بتعرفهاش غير لما يبتدوا يهاجموا الاهلي ويتفاخروا ويشكروا بعض. لكن يبدا الاهلي يخلص من هذه التدعيمات، الاصابات والتهكمات، ربنا يسهل والناس تخف الزحمه، وبعدين فيما بينهم بقى الحق علي معلول رايح فرنسا، الحق عرض انجليزي لفلان، الحق فلان هيمشي، فلان مش عايز يجدد. فلما تلحق فلما تلحق وتجدد. لا جددت بكام؟ جددت حبك ليه؟ جددت بكام؟ بصوا بقى في الجرايد اليومين دول، وانا بقول ليه في الجرايد؟ لانه في حاجه في مصر في علم الاعلام اسمه التزاوج بين الوسائط الاعلاميه، تقريبا ما بتقدرش تعرف البتاعه دي بدات منين. واخد بالك؟ هو تزاوج. حلو قوي البتاعه دي. اه والله هو تزاوج. جورنان ينشر، برنامج يطلع يعلق، مواقع تاخد، سوشيال ميديا تكتب، تاني يوم صحافه تتفاعل اكتر. بقت حقيقه. بقت حقيقه، وعمال تلف في السيركل بتاع الوسائط الاعلاميه المختلفه، ما انتش عارف البتاعه دي بدات منين. لكنها مع الالحاح وكثره التناول بقت حقيقه. تدور على اصلها ومنبتها تلاقيها كذبه. زي اما الاقي النهارده في جورنال من الجرايد عنوان كبير جدا انه في فتنه في الاهلي، وانه في غضب بسبب ملايين علي معلول. ملايين علي معلول. خد بالك، ده علي معلول اللي كان من يومين ثلاثه الحق ده هيمشي، لما يقعد يبقى الحق ده ملايين علي معلول. ولقى الزميل محمد صيام كاتب تقرير قد كده. محمد صيام ده هو محمد صيام عايز يكتب يقول لك ايه بالظبط؟ الحق في مصيبه. ايه يا سيدي؟ محمد صيام احد اسكواد الاعلام الاهلاوي في الحقبه السابقه. ده الراجل ده كان يعني المفروض فيه ان هو الاعلام بتاع الاهلي. ها كاتب غضب في الاهلي بسبب ملايين علي معلول، انه مجلس الاداره بيمنح التونسي 66 مليون جنيه في موسمين، وان النجوم يتحفظون على كسر اللائحه الماليه والتصعيد قادم. بص بقى النخوره والتخريب. ما انا بقول لكم الفرقه مش هتتساب، بس كمان كل هذه الاراء صدقوني مش هتتساب. وبيننا وبينهم المنطق، انتوا متخيلين انه في العنوان مكتوب 66 مليون جنيه لعلي معلول في موسمين؟ اقرا في المتن وينص العقد الجديد بقى لعلي معلول على تقاضيه 3 مليون و700 الف دولار في 3 مواسم. يعني في العنوان موسمين، تحت هما 3 بس. يعني القيمه كام بقى؟ فوق 32 مليون 33 مليون جنيه في السنه. تحت يبقوا 22، اهي قريبه. وبعدين ايه؟ تقرا بقى على الزمزقه والازمه اللي بدات تتصدر للعيبه. وبعد ان برر مجلس اداره النادي زياده عقد حسين الشحات ومنحه في الموسم الاول مليون دولار
حسين خد في الموسم الاول $1,000,000. حسين خد زي زمايله بالظبط. طيب كامله بورقه ان اللاعب اضطر للتنازل لناديه الاماراتي العين عن $750,000 قيمه مستحقاته الماليه المتبقيه، فان العديد من اللاعبين لم يقتنعوا بحجج واسباب رئيس النادي محمود الخطيب في رفعه غير المبرر للعقد الجديد لمدافع الفريق الايسر التونسي علي معلول ووصوله لاكثر من ضعف ما يتقاضاه وليد سليمان الذي جدد عقده في بدايه الموسم الحالي وثلاثه اضعاف ما يناله حسام عاشور كابتن الفريق وسيطرت على لاعبي الاهلي صدمه كبيره. ليه يا مولانا؟ قال لك بسبب الراتب السنوي الضخم للتونسي علي معلول المدافع الايسر اللي مدد بهذه القيمه لعامين مقبلين بمقابل كذا، وبعد كده تقرا في السطر اللي بعد منه لا هم ثلاثه. وال 600 بقت $3,700,000. ثم قال لك كسروا اللائحه اللي بتنص على انه الحد الاقصى لتعاقدات الفئه الاولى $8,000,000، وهي التي تم تطبيقها على الثلاثي حسام عاشور ووليد سليمان وشريف اكرامي بعدما تم رفعها من 6 إلى 8 بعد رحيل عبد الله السعيد. وحديث كبير عن النار اللي قايده في الاهلي. مبدئيا علي معلول من غير ما اعرف كام، الكلام ده قريب؟ بص علي معلول اتزاد بنسبه عن عقده السابق، لكن الكلام ده يعني لم يتضاعف ولا مش عارف ايه. لا الكلام ده مش صحيح. ده انا سالت الكابتن سيد قال لي عدلي لا مفيش الكلام ده مش موجود. اذا ده كلام مش موجود، بس ده جرنان وده زميل بيضرب في سكه. نبص نلاقي كل جرنان هيختار حد من اللعيبه اللي جددت ويضرب من خلاله. ده ركز في علي. استقرار ده ركز في علي. الاقي صحيفه اخرى سبقت في الكلام عن السوليه. ما دام السوليه جدد يبقى فتنه في الاهلي بسبب ملايين السوليه. وانا مش ضد، صدقوني كصحفي مش ضد مثل هذه التقارير لو هي بتستند على معلومات حقيقيه. حتى لو كنا مش في سوق القوطه، حتى لو كنا مش هينفع نتكلم في زمن الاحتراف ان كلهم في قفص واحد، مش يعني ده مش احتراف. يعني احنا لو هنتكلم على مسؤوليه الصحافه ومسؤوليه الاعلام انتوا بتطالبوا بفرض الحاله الاحترافيه. طب ما هو مفيش محرر زي التاني، مفيش صحفي زي التاني، مفيش كمان لاعب زي التاني. اذا كنا بنطالب بفرض حاله الاحتراف والفكر الاحترافي القطاع العام ولا الاحتراف يعني دي ثقافه بنزيون وباتا والقطاع العام انه كله بيلبس زي بعضه وكله بحجم واحد. منين ان احنا عايزين نعزز فكر الاحتراف في المجتمع ونرعى الحاله الاحترافيه في الملاعب ومع اي محاوله للتطبيق يعني ابدا الف ارقام. هو سلية منسوب انه خد كام يا سيدي؟ بيقول لك في جريده الوطن في فتنه في الاهلي بسبب ملايين السلية. عاشور وسليمان واكرامي في غضب وبيطالبوا بتعديل عقودهم بسبب وعد يوسف. قال لك الثلاثي ابدا غضبه الشديد جدا وممتعضين بعد ما عدد تجديد للسلية ب$8,000,000 في الموسم. وده يتنافى مع وعد محمد يوسف مع الثلاثي بعد مساواتهم ماديا، الامر اللي دفع الثلاثي لابداء رغبتهم لسيد عبد الحفيظ مدير الكره لتعديل عقودهم. ايه الوعد؟ وفق الوعد يوسف. ايه الوعد؟ وعد يوسف. وعد يوسف ايه؟ قال ايه؟ ما ده زي وعد بلفور. ما هو قال ايه؟ يعني ايه الوعد اللي قاله لهم يوسف؟ ان انتوا هتبقوا اعلى حد، ما حدش يعني هيزيد عنكم. وهو زاد عنهم؟ لا ما زادش عن حد. ما زادش عن حد. ما اظنش انه زاد عن حد. طيب. يعني كنت اتمنى ان يكون الكابتن سيد معانا عشان يجاوب على الاسئله بالطريقه دي. هو زاد عن حد ولا ما زادش عن حد؟ اذا المبدا نفسه كارقام مش صحيحه. بس كمان كفكره وكثقافه غريبه. كهدف وتوجه مريبه. والراي للناس. شفتوا الكلام ده بيتقال على اي نادي؟ ممكن افكرك بحاجه؟ لما عبد الله السعيد طلب $20,000,000 نت في السنه، كان كل العتاب على مجلس اداره الاهلي ما تدوله. مش كان بيتقال كده؟ انتوا مش بتدوله ليه؟
في حين ان اكتر واحد من زمايله كان بياخد مثلا 6. كانش ممكن الستة تبقى 20. صحيح. وهتروح بعيد ليه؟ ما انا هفكرك باللي انت بتقوله. يورو سبورت وقتها ساعة عبد الله السعيد واحمد فتحي. ده كويس ان هو ذكرها الباشمهندس عادل. فتنة ملايين صلاح محسن تضرب الاهلي. وقتها كانت الموضة صلاح محسن. فكان عنوان موقع يورو سبورت فتنة ملايين صلاح محسن تضرب الاهلي. غضب وليد سليمان وفتحي والسعيد يرفضان التجديد بسبب ملايين محسن. ما هو ملايين محسن ما كانش المحسن، دي كانت للنادي الاولمبي. كانت للنادي انبي. انبي. انبي هو اللي خد القيمه، ومش الاهلي اللي رفع الرقم وقتها لهذا الحد. بس انتوا بتخافوا تقولوا مين. لكن ما علينا. وقتها صلاح محسن كان انت قلت عقده اقل من الفئه الاولى في الاهلي. طبعا ما خدش زي الفئه الاولى حتى. طيب. وقتها كان الحق وليد سليمان مش عايز يجدد، غضبان زي ما جه في العنوان. طب وليد جدد وجدد على بياض وسمعتوه بعظمه لسانه قال ايه وقتها؟ يبقى نشوف حد غيره. نفضل ساكتين لغايه لما نوصل للسوليه وعلي معلول. ومش بس حتى بعد هذه الانضمامات، لاسارتي يطلب التعاقد مع مهاجم افريقي سوبر. الاهلي يمتنع عن ارسال عقود التمديد الى اتحاد الكره خوفا من ثوره المتمردين. طب انتوا اعتبرتوهم متمردين، ده بحسب جريده الدستور. دول متمردين. طب متمردين ليه؟ لانه عرفوا عقود اللعيبه الثانيه بكام. طب وما دام عرفوا يبقى الاهلي مش عايز يبعت ليه؟ ما هو خلاص عرفوا. لا مش كده. يعني هو الاهلي مجدد العقود عشان يحطها في الدرج؟ مثلا. ولا يفعلها؟ شوف هذا كلام مفهوم ومفضوح وهتجد ده فيروس بيتحور. ما انا قلت لك وهي حاله التزاوج بين الوسائط العلميه اللي انا بحذر منها لان بتلف. طيب شوفوا الفتنه والتمرد والكارثه والمصيبه. الجمهوريه اونلاين فتنه في الاهلي بسبب حسين الشحات. انتوا شفتوا حاله اللعيبه في الملعب وشفتوا مدى حب اللعيبه الجداد للنادي الاهلي وشفتوا كلامهم وهم بيعبروا عن سعادتهم ان هم ما حسوش ابدا ان هم جداد على الفريق او ان هم غرباء على النادي. اندمجوا بسرعه ودي الحقيقه من سمات الاهلي الرائعه. يا سعيد عافيته صدقني هذا بيعكس نوع من الخوف للاهلي. يا سعيد عافيته هو ده. فهيبدا كل المخططات اللي انتوا فاكرين قبل كده رسائل الواتساب اللي اتسربت وشفتوا المخطط كان بيتم الاتفاق عليه ماشي ازاي. هتلاقوا ده موجود ومنتشر. فتنه، تمرد، مشكلة، أزمة، غضبانين وهكذا. ولما تلاقوا الكلام ده بيتقال على أي نادي أو على أي فريق آخر يبقى قولوا إن احنا مبالغين. ده مش هتلاقوه إلا مع فرقة الأهلي ومع هذه النماذج الكويسة من اللعيبة. باستمرار هيبقى في ضرب. ده مش معناه إن الناس مطلوب تكتب على الأندية التانية. وده مش ما هياش دعوة لتخريب بقية الفرق. بس هي محاولة لكشف هؤلاء المخربين فيما يتعلق بفرقة الأهلي لأنه ده محتوى موجود في كل الجرائد وبعض المواقع وطبعا هدفه إشعال هذا الفتيل مبكرا يا باشمهندس. يعني زي ما قلت لك دايما هيلاقوا حاجة سلبية سلبية أو يخترعوها. الملوش حاجة سلبية هيخترعوا حاجة سلبية. مش هتجد حد في نادي في مصر بكتب عليه بالطريقة دي غير الأهلي. وهذا أيضا نتيجة إيه؟ تواري الاعلام الاحمر اللي بيقول لك اعلام يتوارى الاعلام الاحمر لكن يظل الجمهور الاحمر يقظ وواعي وعارف كل اساليب التخريب ديت. وده دايما وابدا حمى الاهلي وده الدرع دايما وابدا اللي بيحمي الاهلي من كل او من مثل هذه العمليات التخريبيه الواضحه الحقيقه. وهتلاقونا في كل حاله هنعرض نماذج منها بالاسماء بمناسبة الجماهير بأي حاجة موضوعية موجودة. في بيان طلع النهارده منسوب للجماهير عاقل جدا لا يتحدث إلا على تلاحم الجماهير مع ناديها والتزامهم بمصلحة هذا الوطن. التزامهم بمصلحة هذا الوطن. ما حدش يزايد على وعي جمهور الأهلي وطنيته. لا وقالوا كده قالوا في البيان اللي منسوب عن
قطاع من الجماهير عندهم هذا الحس المسؤول، عجبني وما طلعش حاجه تضحضه يعني. اه ففي اتفاق تقريبا او ارتياح لهذا على التوجه العام المسؤول، التوجه العام المسؤول اللي في هذا البيان، وده الدور الحقيقه اللي مطلوب من الكل. وفي التوقيت ده في التوقيت ده يطلع البيان ده بالشكل ده وبقول مجلس اداره نثق فيك واعمل اللي انت عايزه، صحيح ده مطلوب. تمام. رغم كل هذه الزعابيب حتى واحنا في امشير، يتالق الاهلي ويتفوق ويواصل حصد النقاط. فاز الاهلي على الانتاج بهدف كان ممكن يكون اكتر، واللوم للاعيبه الاهلي اللي اكتفت بهدف ومالت للاستعراض الكبير جدا باهداف كتيره اضاعت، وكان ممكن تعرض الفريق لفقدان نقاط الفوز في الدقائق او اللحظات الاخيره. ده درس جديد ودي قرصة ودن جديدة. انت بتسيطر لازم انت تسجل، لكن الاكتفاء بهدف شفنا كتير من المقالب البايخة قوي اللي بتتفجر في لحظات ما يبقاش فيها فرصة ابدا للتعويض. انا استاذ ابراهيم بقى عايز اتكلم بمناسبة المباراة دي. ايوه انت عارف انا ما بتفرجش، لكن انت بتاع الاعادة. لا بس دلوقتي عندي خصلة هبطلها. كل شوية كده اخش على السوشيال ميديا اشوف التعليقات ايه، الاقي تعليقات سلبيه. تشعر ان المباراه سيئه جدا. تيجي تتفرج تجد ان كل المشكله ان الاهلي كان بيضيع جوال. لكن الاداء الجماعي موجود، التفوق الفردي موجود، السيطره الكامله للاهلي موجوده، لم يتعرض مرمى الاهلي لاي اختبار. انت مضيع لك يجي 7-8 فرص حقيقيه، بعضها بسبب عدم التعاون او الرغبه في اثبات الذات، وبعضها للمبالغه في التعاون. يعني كوره زي دي حد يصدق دي مش جون؟ فتبتدي تشعر الله. طب ما هو انت وظيفه الجهاز التدريبي، وعتاب بقى على لسارتي وكده، وظيفه الجهاز التدريبي انه اعمل لك مجموعه من الجمل التكتيكيه، وظيفه اللعيبه تخلق مواقف وجمل تلتزم بيها عشان توصل للجون. توصل للجون، وصلت للجون 10 مرات يبقى الماتش وحش منين؟ النتيجة مقلقة، قعدتك على اعصابك، لكن ارتاح بقى بعد النتيجة ما تبان واستمتع، لأن الحقيقة مباراة من المباريات الجيدة. في إهدار الفرص، بعضها بسبب الأنانية في بعض الأحيان، وبسبب المبالغة في الجماعية في بعض الأحيان أخرى. يعني يبقى ملخص الحالة دي إيه؟ القرار. وأنا قلت لك عبقرية محمد صلاح في إيه؟ في القرار. يعني مهارته في قراره، إنه ياخد القرار. شوت يشوت، باصي باصي، اتحرك بدون كرة يتحرك بدون كرة. الامكانيات دي عند اكتر من لاعب في النادي الاهلي طبعا. شايف 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 الابداع؟ لا لا بص، الماتش على المستوى المهاري فرديا حلو قوي، رائع جدا، على مستوى الشغل الجماعي والتحركات هايل. لكن الفينشنج بقى على استغلال اهي، كل دي فرص، كل دي وعدم استغلال الفرص محتاجه برضو، لازم الكل يكون شديد الحرص شويه في التعامل معاه. يعني اقصد اقول ايه، انا مش قلقان على مستوى الاهلي، انما طبعا عايز اقول ايه، عالجوا الاسباب. طيب هنيجي طبعا للمباراه، في لقطه هنا هنرجع لها ضروري، هنقف عند كثير من المطبات في هذه المباراه. لكن هل المردود الصحفي، واحنا بنتكلم على الصحافه، هل المردود الصحفي سواء على مستوى الصحف الورقيه او المواقع بعد المباراه كان عند مستوى الحدث ولا لا؟ نشوف بعد فوز الاهلي على الانتاج ورفع رصيده ل 42 نقطه من 19 مباراه، بيسبقه بيراميدز ب 45 نقطه من 22 مباراه، يعني في لسه 3 مباريات فارقه للاهلي عن بيراميدز، والزمالك متصدر ب 51 مباراه من 51 نقطه من 20 مباراه. نشوف في هذا التقرير الصوتي كيف رأت الصحف والمواقع فوز الأهلي على الإنتاج بهدف واحد. كعادتها في تناول الأحداث اللافتة، اتفقت الصحف والمواقع على توصيف متشابه لأحداث مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، فكان التركيز على أبرز مظاهر اللقاء من سيطرة أهلاوية وتألق لافت لنجم وسط الفريق عمرو سولية. أما عن الفرص الضائعة من بين أقدام لاعب الأهلي فكان لها النصيب الأبرز ظهورا في عناوين الصحف. بدأت صحيفة الأخبار بعنوان كاشف لأحداث اللقاء فكتبت: الأهلي يتخطى الإنتاج بلمسة سحرية لعمرو سولية.
تفوق من دون فعالية للأحمر في الشوط الأول، والحارس عامر بطل المباراة. على نفس النسق جاء عنوان الأخبار المسائي: الأهلي يواصل الانتصارات، الأحمر يفوز على الإنتاج بهدف السولية في مباراة الفرص الضائعة. وجاء عنوان الأهرام: الأهلي يرفض الفوز الكبير ويكتفي بهدف وحيد في مرمى الإنتاج. الطرد وهدف السولية نقطة تحول في اللقاء، والأحمر يواصل المطاردة. أما الأهرام المسائي فأشارت إلى الزحف الأحمر نحو المقدمة وكتبت: الأهلي يتسلل إلى عرش الدوري، فاز على الإنتاج بهدف السولية، لا سارتي يفسد خطة مختار، إهدار الفرص أبرز السلبيات، حمادة يزيد من آلام الخاسرين. ولخصت المساء أحدث اللقاء في عنوانها الذي جاء فيه: الأهلي هزم الإنتاج ومختار، السولية مارس دور المنقذ وأحرز هدف المباراة الوحيد، أجاي وماهر ورمضان أضاعوا فرصا بالجملة. أما على صعيد المواقع فأشار موقع في الجول إلى سلسلة الانتصارات الأخيرة وجاء في العنوان: السادس على التوالي للأحمر، السولية يقود أهل الفرص الضائعة للفوز على الإنتاج. فيما اكتفى موقع الجمهورية أونلاين بالإشارة إلى الفوز في عنوان قصير: الأهلي يهزم الإنتاج بهدف السولية. جاء عنوان الشروق مشيرا أيضا إلى الانطلاقة الحمراء: الأهلي يواصل الانطلاق في الدوري ويعبر الإنتاج بهدف السولية. أما موقع اليوم السابع فركز على الفرص الضائعة كاتبا في عنوانه: الأهلي يهزم الإنتاج بهدف السولية وعلامات استفهام على الفرص الضائعة. وأخيرا كتب موقع يلا كورة وسط سلسلة من الأهداف المهدرة: الأهلي يحقق فوزا مقلقا على الإنتاج. يبقى اتفاق الصحف جميعها على نفس جزئيات التناول كاشفا عن تفوق أهلاوي يقابله إشارة لظاهرة الفرص الضائعة التي يعتبرها البعض في جانبها المضيء دليلا على السيطرة الأهلاوية والزحف نحو مرمى المنافسين، ويبقى علاجها بالتأكيد ضمن أولويات الجهاز الفني. مجمل التعليقات أو العناوين: الأهلي فاز، فرص ضائعة كثيرة، أشعت بعض القلق، إنما هي كلها بتؤكد على جدارة الأهلي بالفوز. أيوه. سيطرة الأهلي على المباراة. أيوه. لا يمكن يكون مباراة توصف بأنها مباراة الفرص الضائعة التي حقق فيها فوزا في ظل سيطرة كاسحة إنها مباراة سيئة. هي مباراة جيدة كانت ينقصها ترجمة الفرص إلى مزيد من الأهداف. طيب ده رأي المهندس عدلي، ولكن ماذا عن رأي شيخ الدكتور طه اسماعيل؟ الدروس المستفادة من هذا اللقاء؟ هو طبعا بالنسبة للنادي الأهلي أنا أعتقد يمكن الشوط الأولاني كان تحضير بطيء يسمح لفريق الإنتاج أن يرجع بكامل عدد ورا في كل المساحات، وما عادش في فرص أنك أنت تقدر يعني تلاقي مساحات أو تخلق فرص كرة عرضية أو وانتوهات من العمق أو تصويب أو كذا، كان صعب جدا. في الشوط الثاني الحقيقة الجول الأول اللي جابه النادي الأهلي فتح السكة للنادي الأهلي وادى فرصة لفريق الإنتاج أن هو يهاجم بقى لأن هو خسران، فأتيحت للنادي الأهلي فرص كثيرة جدا. دي الفرصة الوحيدة اللي انتاج طوال المباراة دي أنا كنت متوقع. نعم. ده محمد مصعب بيلعب اللعبة دي، الكرة دي في الحتة التانية. نعم. الزاوية التانية. بعيدة. وأنا كنت متوقع أنه هيلعبها تو ما دخل لجوه، أنا قاعد بتكلم هيعلبها هيشوطها بس. نعم. هو فضل أنه يشوطها في القريبة. نعم. مطلوب في بعض الاحيان طبعا، لان في جوال كتير او تبقى عارفه مثلا ان صلاح هيعملها. نعم. كده على عيده. صحيح. يعني نمسي صلاح بقى يروح عامل الكلات يقف. نعم. وش رجله يعملها بالضيقه. نعم. برضه بتبقى مفاجاه للحارس. فانا شايف انه طبعا ده الجول اللي جابه السولية بشكل رائع جدا، ده خلى فريق الانتاج بدل ما هم مكرس نفسه في الدفاع بشكل كويس ابتدى يهاجم. نعم. ويفتح الثغرات، ادى فرصه للنادي الاهلي ان هو يخلق فرص كثيره جدا وكان ممكن يسجل منها اعداد كثيره من الاهداف. بيلخص الدكتور طه اسماعيل نفس يعني متفقين معاه في الراي يعني. وان كان بعض الاستوديوهات برضو ليها موقف كده، لكن هذا رايهم يعني. طيب الفرص الضايعه دي ليه؟ مباراه فيها عدد كبير جدا من الفرص الضايعه، ايه سببه؟ نشوف راي الدكتور طه اسماعيل.
يعني قافت يعني القرار الخطأ في كل الفرص اللي جت قرارات خطأ يعني قرار خطأ من اللعيب يعني اجايه كرة تلعب بالعرض له والجول يعملها بجنب رجله كده عايز يرجعها تاني لرمضان رمضان. هل هي قلة ثقة؟ هل فقدان ثقة شوية؟ لا يعني انا مش قادر افهم يعني حاجة غير واقعية بالمرة يعني التصرفات غير واقعية. كرة معروفة احط كرة في كل اي حتة من جسمي جات لي وجول انتهت خلاص. ايمن الكاشف عجبني يعني قال لك انه جوارديولا ليه كلمة شهيرة جدا، المتعة في احراز الاهداف ايا كان شكل دي كرة مثلا منها. نعم اتفضل. ما هي اللي بتكلم عليه نعم اتكلم عليه وبعدين ملخص فرص الاهلي بالكامل وبعدين يعني. العرضيه اللي عملها انا عايز حضرتك يعني هنلخص الفرص وحضرتك والكابتن ابو جريشه والكابتن عبد الظاهر يعني يناقشوا معايا الفرص لان ده مهم جدا يعني. طب دي فرصه ناخد باقي الفرص يعني يا ريت كمان نحط الكاونت على الشاشه يعني. دي اتعملت ومسكها الجول كويس طلعها تمام يعني دي ما نقدرش نقول فيها حاجه يعني. يمكن دي الشوط الاولاني من الفرص القليله اللي في الشوط الاولاني. الاستلام لا مش بالترتيب ابدا، احنا جبنا الشوط احنا رجعنا من الشوط الاولاني يعني بنرجع من الشوط الاولاني يا كابتن بنشوف فرص النادي الاهلي بالكامل النهارده نعم. مع ضيوفي الاعزاء يعني فخلينا نتفرج على الفرص. وهل دي مش فرصه يعني تسديده هسيب لحضرتك التعليق على كل لعباتك بتاعه اتفضل. يعني مثلا هجمه زي ديت نعم رمضان نعم هياخد القرار بان هو يدخل للداخل نعم وبعدين لعبها عاليه طبعا اي كلام مش مظبوط عايز لعبها للبعيد اللي هو يمكن ودي برضو تسديده الجول صدها لكن ردت على جنب هاني بيحاول معاها ودي دي فرصه شطف الزاويه ده على الارضيه بس هو الحقيقه ما عندوش فرصه اديها بالعرض يمكن في الاول بنشوفها انها بالعرض لكن هتلاقي فنس الانتاج موجود. اتفضل يا كابتن. ودي مثلا من ضمن برضو الفرص اللي جت يعني اللعيبه مبقاش مستعد للحلول يعني هي دي وشطف الزاويه دي اللي بالعرض اللي هناك بالظبط او حتى بالزاويه بعيد لو شطف الزاويه بعيد هتمشي بالعرض ممكن تبقى جول. نروح الشوط الثاني بقى ما دي بقول لك قرارات كلها قرارات خاطئه يعني هنا مثلا ده جول خلاص جول دي كرة ساقطه لكن الشيء الجيد ان عمرو السوليه بيتحرك كويس طول الوقت صراحه من احسن المباريات اللي عملها مانو بزكي. لو حللنا الفرص الضائعه استاذ ابراهيم هتجد لكل فرصه سبب له علاقه باتخاذ القرار زي ما قلت برافو لخصته انه فعلا القرار انا والله ما سمعت الدكتور يعني القرار. يعني انا كان وجهه نظري ان القرارات لم تكن القرارات المناسبه وعلى ذلك تم اهدار كثير من الفرص. حسين الشحات له فرصتين واحده من اليمين واحده من الشمال في الاثنين كان ينبغي لعبهم بالعرض شاطهم بالضيقه فجم في الشبكه من بره. انت تتكلم في الكوره؟ انا اتكلم في الكوره لانه انا بقعد في القهوه برضه ساعات بسمعهم بيتكلموا في الكوره. مين قال لك كده؟ كابتن حسن. لا ما قاليش كده، قال لي ايه وانا بوصف له كنت برشح له لعيب فبقول له لعيب سريع وقوي وهيقدر قال لي خير ما تتكلمش في الناحيه الفنيه، قلت له ليه؟ راح بص لي كنت قلت له في القهوه بيتكلموا كابتن في الناحيه الفنيه. هو انا بقول لك كده بقول لك اللعيب 4 3 3 بقول لك سريع وقوي وطويل مش انا شايفه كده قاعد يضحك بقى. المهم يعني انما اللي ناحيه اليمين شاط في الشبكه بس كان ممكن يبقى قراره صح لو عمل زي السولية اول ما جات له كان لعبها من اول لمسه لكن سند يا رب تيجي لا دي اللي من الشمال دي اللي لازم كانت تمشي بالعرض وهو زميله بيشاور له لو لعبتها من ورا انا كنت احطها في الجون الفاضي طبعا. اللي ناحيه اليمين بقى راحت له لوحده رمضان صبحي اداها له في الشوط الاول دي لازم تتلعب بالورا دي لازم تتلعب بص تطلع للي ناصر ماهر اظن هو اللي فدي لعبها مع انه باص يعني هو باص ايوه ادال يعني انا رمضان هي دي الفوق تاني وتالت شايف دي عايزه تروح بالعرض في خرم الابره المقفوله بتاعت الشوط الاولاني سند لو عمز السلاوي راح لعبها على طول كانت جول. طب انت سند العب بالعرض خلاص الزاويه راح القرار ده بالنسبه لحسين. حسين طب ليه حسين هل هو حسين بيعملها هو اناني؟ لا مش اناني لان في كوره ثانيه لعبها بالعرض لكن حسين شاعر بمسؤوليه شديده اهي شوف الفرصه دي عايز اشوط على طول ايه السنده دي بقى السنده دي خدته بره واتصلت الجون قفل الزاويه لا مش الجون والديفنس كله راح لها انت لما تشوفها ثاني اهي دي تتشط بس دغري السنده دي حطت كل الفرقه في الجون.
وما دام سند كان داس عليك كان طلعه بره. فانا ده الكلام حاسس بمسؤوليه، عايز يعبر عن نفسه بسرعه، عايز يقول لا انا اسوا، انا جاي اعمل الفارق. انت مؤكد انك هتعمل الفارق يا حسين، العب لعبك ما تفكرش في حاجه. طيب الشيخ طه حلل ضياع الفرص بانه هي في الاصل قرار، وانه الناس لازم تهدى ويكون في تدريب على سرعه اتخاذ القرار الصح في الوقت ده بالذات. هل مهاجم ايضا بحجم وموهبه محمد صلاح ابو جريشة نجم الاسماعيلي الكبير في تحليله لفرص الاهلي الضايعه عنده نفس التفسير ولا لا؟ هل شايف انه اضاعه الفرص امر شائع؟ يعني انا مثلا بتفرج، واكيد حضرتك كل الناس اتفرج على دوريات اوروبا، في حاجه اسمها تشيب بتحط من فوق الحارس في التحضيره الاخرانيه، او عجبني قوي عمرو السوليه مثلا، عمرو ما فكرش رغم ان هو مش مهاجم، وكنا جبنا له 5 فرص وده حصل فيه عبد الظاهر، هل بقى فيه دور جديد لعمرو السوليه؟ الفرص الكتيره اللي ضايعه اللي شبه مؤكده اللي اتكلم عليها كابتن طه دي عدم ثقه. عدم ثقه لان سهل جدا ان انا اجيب كور زي اللي تيجي الاجايه في الماتش، وخصوصا نعم. الاخيره بتاعت رمضان اللي هو بصاله ومفيش حد قدامه ومفيش حل تاني غير ان هو يحطها، فكان اسهل حاجه مثلا زي دي مثلا دي واحده من الكور حاجات وان تاتش بتعبته، ودي دي من الحاجات يعني يعني كان سهل جدا ان ما اخدهاش انا سيبها تنط الاول وبعدين هيبقى عندي فرصتين، يا اما شوط زي المقصه مثلا يا اما اعملها بالعرض اللي مكمل معايا. نعم لا انا بتكلم على فرصه، ودي كمان بالنسبه لحسين. هل حسين كان يشوف مره واحده؟ كانت واحده برضو وان تاتش يعني هو تعامل وطبعا الحاجات دي لو بتيجي جوان بتدي ثقه اكتر طبعا، لان طول ما انت بتضيع طول ما انت ما يبقاش عندك ثقه وعايز تطلع من الملعب وفي دي برضو هو اتاخر فيها كانت طبيعيه جدا مظبوط غريب قوي كانت طبيعيه جدا ان انا احط جسمي الاول عشان امنع المدافع ان هو ياخدها اللي ورايا وسهله جدا باي حاجه ممكن احطها بكعب رجلي بالسارز باي حاجه من الحاجات السهله لكن انا بتكلم على فرصه رمضان اللي هي دي سهله جدا وهو عامل نزله يعني عامل نزله يعني سهل جدا انا رمضان بعدها بيقول له ما تشوطها مره واحده يعني يعني من هو اختار الحل اللي اللي مش ممكن حد يتوقعه بما فيهم رمضان كان صعب جدا على رمضان انه يعمل حاجه زي كده ازاي خالص زي منتهيه يعني هي خلصانه في ولد الباك هايل كمان هو توقع طبعا طبعا لازم تحقيق لكن هو مش موفق مش ده جاي ومش دي الفرص اللي بيضيعها ده هو بيخلص في اقل من نص فرصه لكن انا شايف ان هو مش موفق النهارده وكان في عدم ثقه شويه في النهارده عدم ثقه طب الثقه تيجي ازاي؟ ما هو ده برضه سؤال مهم بالاحراز ما هو لو في توفيق من الاول من اول واحده تجيله وحطها هيبقى عنده امكانيه بعد كده ان كل الحاجات دي تيجي بعد كده لكن طول ما هو بيضيع طول ما الثقه يعني رمضان صبحي فرصة يعني لو عايزة قرار وقرار سريع جدا انه كان لعبها من فوق الجون على طول كانت بقت جون في الزاوية العليا لان الجون نازل فارش فهو راح لعبها بالعرض ادت فرصة للمدافع يغطي اخر فرصة فرصة بتاعت اجايل لعبها بالهيد فرصة مركبة راحت ما خدش بالي راحت لمين بعد كده حب يلعبها بس ما كانش لعبها بحسم يعني هي جون صدها وقع على الارض الكره دي لو اتلعبت بقوه في اي حته في المرمى كانت بقت جون انما حب يحطها كده ببساطه ادت فرصه لعامر انه يقراها ولما يكون المباراه البطل بتاعها جون المنافس لا يبقى انت الدلاله واضحه في افعاليه الدلاله واضحه طيب من الاراء التحليليه الحقيقه اللي انا شخصيا بستمتع بيهم الكابتن عبد الظاهر السائر بيتكلم بهدوء وبعمق شويه عنده رسانه وعنده توجه سليم يعني ما عندوش لا نفسنا لا ولا لا لا مش شاغل دماغه بحاجه لا مش شاغل نفسه بحاجات خالص نشوف راي الكابتن عبد الظاهر الساقه عن رجل المباراه بشكل واضح مين اتكلم شويه على عمرو السوليه لانه ويمكن ده السر في وجود هشام محمد مثلا في وسط الملعب لانه قد يكون مثلا لاسارتي بيثق قوي في هشام محمد جانب دفاعي اكتر شويه من حمدي فتحي او كريم نيدفيد لانه حمدي بيطلع قدامه بيسجل كريم نيدفيد بيطلع قدامه بيسجل لكن هشام معروف قريب شويه الشبه من حسام عاشور. الاول التطور اللي حصل في اسلوب لعب عمرو السوليه عايزين نتكلم
عليه، وايضا نص الملعب هل الراجل امنه دفاعيا ولا النهارده فرقه الانتاج ما كانتش في حالتها اللي احنا بنعتادها دايما. لا الصراحه الدرس احنا اتعلمناه، احنا اتربينا ان التسعة ونص هو اللي بيزيد ورا راس الحربه، ما قلناش ان رقم 8 او الراجل نص ملعب ده ان هو اللي بيروح صحيح. بيسبق ناصر ماهر ان هو المفروض رقم 10. ده التطور اللي عمله الراجل في سليه الوحده يعني بقى حضرتك ما فكرش انه لا انت لو يعني جبتها من الاول يا كابتن هتلاقيه هو سابق الكره، هتلاقيه هو رجليه بتوديه عامل زي اريك تراوري. اريك تراوري نفس حاجه ديفندر تاني بس بتلاقيه رايح راس خلي بالك عمرو اللي مباص بالظبط لا مباصه ورجليه مودياه فين وهنا سابق. بص يا كابتن لما باصه رجليه ودته فين؟ رجليه ودته قدام. في لعيب الديفندر العادي اللي هو يباصي ويستنى زي هشام وحسام عاشور، في ده نوع من اللعيبه، في لعيب يباصي ويطلع لقدام. ده بيبقى حل من الحلول الهجوميه اللي بيزودك يعني. بص عليه لو جبنا على سبوت هو رايح ومتابع. طب لو عمرو مش هنا كان الكره دي راحت للانتاج مظبوط، وبعدين لو صبر عليها ثانيه قفلت الزاويه. ده القرار ده صح، واحد صاحب قرار عنده ثقه اولا، تاني حاجه واقف على رجليه. يعني انا بقول لعيبه الاهلي مجهده، طب الراجل ده بيلعب 100% في الماتشات، 100% في الماتشات. لما تيجي تقول مين اكتر واحد بذل مجهود هقول لك عمرو السليه. عمرو السليه مدافع ومهاجم. طب الراجل ده ما عندوش اهو اجهاد يا جماعه، يبقى اذا الاجهاد اجهاد عقلي. اجهاد عقلي حلو الكلام. يعني في يا كابتن طبعا دكتور طه قاعد طبعا استاذنا في اللياقه البدنيه العقليه اللي هو مش تعبان ذهنيا. ما عندوش اللياقه الذهنيه. ده راجل ده عمرو في وادي دجله بالظبط. ده بس هو اللي مباصي برضه، هو اللي مباصي ومكمل. بص ومعلول طبعا شايف. بص واحده لا وفرص كلها من جمل ومن تحرك جماعي وبكوره وبدون كوره وفي مهاره وفي كل حاجه. في تميز فرد لكن زي هستخدم بقى الاكسبريشن بتاع الدكتور طه، مش شرط. ما فيهاش الحده يعني الكوره اللي بتاعت جاي عامل صدها وراحت ناحيه الشمال، لو في حده في المتابعه كان اعتقد ان هي الكوره دي هتشوفها. بص عايز حده في المتابعه مش طيب الحقيقه برضو ما يفوتناش حتى واحنا بنشيد بكل الاراء الفنيه في التحليل ان احنا نقف عند الكابتن احمد شوبير الحقيقه، لانه ادارته الاستوديو تحليلي على مستوى فني مميز يستحق عليه التحيه. تقريبا انت بتتعرض لتفتيت المباراه بشكل فيها وجبه مميزه جدا، بس كمان الوقوف فيها على تفاصيل مهمه. وخلي بالك يا استاذ ابراهيم مش بيحاول يوجه عشان يحط المحلل في اطار انه يقول له الكلام اللي نفسه يسمعه. ما بيحطش الكلام على لسان حد، ومش عشان يخرج بنتيجه فيها يعني ضغط على حد سايب الدنيا. صحيح. لانه فاهم كوره. لا اداره استوديو فني يستحق عليها الكابتن شوبير التحيه. لكن الكابتن عبد الظاهر واحنا بنتكلم برضو عن رؤيته هنشوف رايه في دور لاسارتي مع السوليه وكريم ندفد على وجه التحديد، شافهم ازاي؟ شاسع جدا. خلي بالك هل عمرو السوليه غير من طريقه لعب الراجل ولا ساعد الراجل على طريقه اللعب دي؟ اولا هو خد تعليمات، مفيش حد يتحرك كده. تماما ده شغل مدرب. طبعا لو انا ديفندر انا ما اسبقش ناصر ماهر، وساعات كنت بسبق رمضان صبحي وساعات بسمع حسين الشحات. مش ممكن، عشان احنا مع عمرو السوليه بيلعب في الدوري الممتاز بقاله 7 6 سنين. واحنا عارفينه عمره ما عمل كده، يبقى مين اللي غيره؟ الراجل اللي اداله الثقه. وبعدين كريم ندفد بقى فيه نفس الصفه. كريم ندفد بقى يسجل برضه نفس الصفه، يبقى ده مدرب. المدرب عارف ان كل اللعيبه هتلعب على مين؟ على الناس دي، انما مش ممكن تمسك ديفندر. انت مش ممكن تراقب ديفندر. ليه؟ لان هو جاي من ورا خالص، يعني جاي من حته مش متشافه. مين ديفندر اللي هيفضل كده يراقبه؟ ناصر ماهر بيفتح له السكه وهو بيروح فاضي. هتلاقي كل كور عمرو السوليه وهو فاضي. ما معهوش حد لان مش ممكن. السوليه بيلعب في مكان النمره 10 في الفرقه الثانيه، فما فيش حد نمره 10 في الفرقه الثانيه هيرجع معاه كل المسافه دي.
مستحيل. انا سالت انه المهام الجديده لعمرو السوليه هل هي اللي خلت الراجل يفضل هشام محمد لانه ديفندر ديفندر في وسط الملعب؟ لا مش راكبه يعني، يعني كمدرب مش راكبه يعني. لما الاقي عمرو السوليه بتقدم كده لازم العب واحد 100% المدافع. طب ما هشام فتحي لكن ما عنده استخلاص الكره صعب. هشام محمد بيقفل المساحه، مع الكوره بيقفل المساحه نعم، غير كوره عشان يضغط ويقطع صعب صعب. لا يعني لازم واحد مواصفات حسام عاشور يمشي مع عمرو السوليه، مش موجود. ما هو لازم في حمدي فتحي، انت بتدور على حمدي. حمدي طياره برضه لقدام، وكريم نيدفيد برضه طياره لقدام شويه. انت بتدور على واحد حديه في الدفاع. يعني هنتصور سيناريو ان الكره اتقطعت من عمرو او عمرو اتضرب. خلي بالك لما عمرو بيتضرب بيتضرب خمس لعيبه من النادي الاهلي. يعني مثلا علي معلول، رمضان، رمضان، حسين، ناصر، راس حربه، اجايب. نتكلم في خمسه اتضربوا. فاذا انا عندي واحد بس لازم يجيد بوظان الهجمه. لازم يعمل فاول. الشطه بتاع زمان مجدي عبد الغني. ايوه صح. ما هو ده بيبقى له دور. كلام بقى وحوار ومبارزة فنية هايلة، جرعة فنية للمتلقي عشان يفهم بشكل موضوعي أسباب اللي كسب التغيير، كسب ليه واللي خسر خسر، وأسباب التفوق بتاعت اللعيب. هو اللعيب فايق ليه اللي يمدي صحيح، مش عشوائيا. طب ما هو بقى له سبع سنين، يبقى التغيير اللي حصل فيه بسبب التغيير مدرب، يبقى تأثير مدرب. طب يلعب مع مين كمدافع؟ لازم واحد يجيد. طب ويزيل هجمه بالظبط، يعني سبويلر، اه ديفندر مقيم، متمركز، مفسد للهجمه بالظبط. انما وده دي المناقشه الفنيه اللي تخلينا واحنا بنتفرج نبقى احيانا بنظلم لعيب، ونقول له يا راجل يطلع شوط لك شوطه، في حين ان هو دي وظايفه انه ما يطلعش شوط شوطه. لا كمان انك انت ايه، انت بتقف عند الظاهره اللي في المباراه، الظاهره اللي كانت في مباراه الاهلي والانتاج اهدار الفرص، فانت في تحليل فني متعمق لا جدا. لا طبعا ممتع، مبارزه ممتعه بالظبط. الاستوديو ده بالذات في المباراه دي بالذات ادت الفرصه ان يبقى في كلام ممتع يعني. والحديث عن القنوات الحقيقه، حتى واحنا بنوجه التحيه لاون سبورت والكابتن احمد شوبير على الاستوديو التحليلي وكل الساده الخبراء الفنيين، ما يفوتنيش ابدا التوقف عند قناه النيل للرياضه، لانها قناه الدوله. قناه الدوله بجد. هل يعقل يا جماعه امبارح برنامجين ورا بعض، وشفت بعيني ما حدش قال لي، صدى الملاعب الزميل الاستاذ طارق سعده، وراجل زملكاوي كان لغايه الشهر اللي فات هو اللي بيدير ومسؤول عن برنامج نادي الزمالك اللي في احدى القنوات، فالمساله محسومه ومعلنه. مستضيف الزميل الاستاذ محمد الراعي نائب رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، ومعلنة واضحة. طب خلص هذا البرنامج بعد ساعتين ولا أقل، بدأ بعد منه برنامج اسمه حصاد اليوم، بيقدمه الزميل محمد مرسي، ويستضيف الزميل منتصر الرفاعي اللي كان رئيس تحرير مجلة الزمالك. تخيلوا الأربع ساعات الأربع زملاء بيناقشوا إيه؟ أزمة الأهلي مع اتحاد الكورة. وليه عزمه الاهلي؟ في موضوعيه اكتر من كده. ليه ما يبقاش عزمه تانيه؟ هل الاطراف الاخرى؟ لا يعني ليه يعني سموها عزمه الاهلي؟ ليه مش عزمه الاطراف الاخرى؟ يعني هي المشكله في الكلام عن الاهلي بموقف الاهلي في ازمه تخص الاهلي. الاعداد بتاع البرنامجين واحد، يبقى التقديم والضيوف والماده في اتجاه واحد في قناه احدى قنوات الدوله. هو ده دي النقطة اللي بنتكلم فيها في الموضوعية. تستنى هيجي لك طارق رضوان، تستنى هيجي لك خالد لطيف، والكل بيتكلم على موقف الأهلي. يعني الكل بيتكلم على موقف الأهلي. تستنى هيجي لك ماركو مراد، والنبي يا أستاذ إبراهيم طب قول لي هيجيبوا لك منين بقى أهلاوية؟ طب هيجيبوا لك منين أهلاوية؟ ما ترد طيب. علي ما أعرفش، حاجة غريبة. ما هي كل اللي عندهم زملكاوي هتعمل إيه؟ شيء غريب جدا. طيب هل اشتعل صراع القمة بهذا الشكل؟ هل المنافسة قربت؟ لكن الكلام عن الفتنة اللي حصلت والكلام عن عقود اللعيبة والكلام عن ما ينتظر الأهلي في الفترة الجاية، المهندس عدلي كان من بدري نفسه مين يدخل معاك؟ ايه؟ كان نفسك مين يدخل يرد على الكلام ده كله؟ مين؟ أنا وشوشتك، ما أنا مش كابتن سيد عبد الحفيظ. طيب يا عم، ما هو كابتن سيد
كابتن سيد. كابتن سيد يا كابتن عدلي ده كلام يا كابتن سيد بايعنا. لا يا كابتن سيد بايعنا وسايبنا لهواجسنا. ما تحسش كده ده كلام يعني يا كابتن سيد. عمال تدي 66 مليون و80 مليون ومستخطر في اخوك حاجه. طب انا عندي ازمه هصعب. بداية بس تحياتي لك يا استاذ ابراهيم والكابتن عدلي، ويا رب يا رب دايما بالتوفيق دايما، وان شاء الله الرحمن ربنا يشفي الاستاذ خالد توحيد يا رب ان شاء الله. كل الدعوات الاستاذ خالد يا رب باذن الله ان شاء الله. كابتن سيد شفنا في اكتر من جرنان الكلام، طبعا بنحييك على التجديد للعيبه وانت. طب ما الاول ناخد تفاصيل بس الاول قبل ما نتكلم يمكن التفاصيل ترد. هو علي معلول جدد كام سنه يا كابتن؟ علي معلول يعني مدد بقى، لان احنا هو لسه كان فاضل له سنه. فانت من دلوقتي هو فهيبقى فاضل له ثلاث سنين. ثلاث سنين ونص من دلوقتي زيه زي اجاي. ثلاث سنين ونص واجاي نفس الكلام. واجاي نفس الكلام. ده شغل استقرار تستحق عليه التحيه. تلميذك كابتن عادل. بس انت جبت الفلوس دي منين؟ يعني فجاه علي معلول بيجدد ب 66 مليون جنيه، 2 مليون دولار و700 الف دولار كمان. لا 3 ده قال لك 3700 يورو. ايه؟ ما هو قال لك حزين الشحات ب 160 مليون جنيه. 60000 مليون. عارف زمان كده كان يقول لك في فيلم الوحيد سيف. لو مش وحيد سيف تقريبا ابراهيم سعفان حاجه كده. عليك عليا بثلاث سنين، انا اربع سنين، خمس سنين، ما حدش بيدفع اي حاجه. صحيح. وبعدين يتقال اصله وليد سليمان غضبان وشريف اكرامي متمرد واللعيبه كلها زعلانه وعايزه تتساوى بالسوليه. عايزه تتساوى بالسوليه وعايزه تتساوى بعلي معلول. بص هو انت يعني انت في الاول والاخر هتلاقي الكلام ده كتير جدا. يعني لو ما جددتش يبقى انت فشل في التجديد، لو جددت يبقى انت بتعمل فتنه وسط اللعيبه. صحيح. اي مخرج من اي كلام اي كلام وخلاص يعني. لكن الحياه بتعلمك كل فتره، وده وضع طبيعي اي انسان في مجال عمله يعني. ما يبقاش بيبص وراه غير ان هو يتعلم، ده يبقى انسان عمره في حياته ما هيتقدم. ففي الحياه بتعلمك ان كل فتره زمنيه لها وقتها. يمكن زمان كنت ممكن تصبر شويه لحد اخر شهر او اخر شهرين من التجديد، وضع طبيعي جدا يعني. كانت الامور مختلفه عن دلوقتي، لكن دلوقتي كنت بتعمل استقرار من بدري قوي، رغم ان الناس دي عقودها ممتده لحد سنه ونص. ده في اوروبا بيحصل كده دلوقتي يا كابتن. طبعا ده اوروبا قبلها بسنتين وثلاثه، واحنا بنعمل كده. ما احنا عملنا كده مع كريم جدد. ايوه. وعملنا كده مع محمد هاني السنه اللي فاتت. تمام؟ ووارد جدا نعمل كده برضه حتى اللي فاضل له سنتين في عقده لسه. فخصوصا بيفصلك في الموضوع ده عامل السن. لو سنه صغير 20 سنه ولا 21 سنه ولا 22 سنه ولا 23 سنه. طيب الارقام اللي بتتردد بعيده خالص عن الواقع مش كده؟ طبعا اصل انت بتتكلم على حاجه برضو فيها منطق وحاجه من لا منطق. فانت لو لقيت نفسك رايح للا منطق ودخلت فيه يبقى العيب عليك انت. صحيح يعني. ف وزي ما قلت لك انت لو ما جددتش للناس هيتقال النغمه الثانيه متمرد اللي هو ما عندناش فلوس والنادي فلس، واخد بالك؟ ولو دفع يبقى بيدفع اكتر والناس بتتمرد. وحتى لو من غير تمرد ولا حاجه يعني، ده ممكن الناس يقول لك ده ما كانش مش وقته للتجديد اصلا. تمام. ولو ما جددتش يقول لك لا ده يعني انت مستني لحد اخر ثانيه او اخر فتره. فعادي يعني، انت المفروض الحاجات دي خلاص الواحد يعني زي ما قلت لك اتعود عليها، فما بتتكلمش بقى في كتير بقى خلاص يعني، تعدي يعني. طيب دلوقتي الحمد لله قوه الفريق بتكتمل، اعتقد معظم او كل المصابين الحمد لله كلهم دخلوا تباعا مش كده؟ تمام. باقي محمد محمود فقط بعد الجراحه اللي عملها، ولا في حد لسه مصاب؟ لا يمكن لسه طبعا في التلمان شويه. تمام. حسام عاشور برضه سنه. لكن مروان محسن الحمد لله دخل، احمد فتحي الحمد لله دخل، وليد بازارو الحمد لله دخل بشكل كلهم كويس يعني الحمد لله رب العالمين. انت يعني اعتقد ان انت بتتكلم في كانت كمية الإصابات بتروح ل 60% ولا حاجة من اللعيبة، وخصوصا اللعيبة المؤثرة بالنسبة لك. محمد نجيب برضه لسه شوية. تمام. لكن أنت النهاردة الحمد لله بتمثل الإصابات عندك حوالي 10 أو 15%، وده وضع طبيعي يعني في العالم كله. الحمد لله رب العالمين. يمكن زي ما أنا قلنا واتفقنا من حوالي شهرين ونص فاتوا من دلوقتي، أنت كنت بتشتغل على ثلاث عناصر، عناصر مميزة عندك والعناصر اللي راجعة من الإصابة والعناصر اللي تم تدعيمها. الحمد لله وصل لدرجة كويسة،
مش اللي منتظر لحد دلوقتي متى توصل لها، لكن في صعود مستمر. مارتن رافرتي يعني المدير الفني للنادي الاهلي بيشتغل بشكل كويس قوي، حتى المعاونين بالنسبه له كل الناس سواء كانت المصريين او الاجانب اللي معاه كجهاز معاون، ان شاء الله الرحمن نوصل بحاجه كويسه قوي ان احنا في الختام، بحيث ان احنا في الختام ان شاء الله الرحمن نوصل اللي احنا عايزينه والاهداف اللي احنا رايحين لها باذن الله. انت من البدايه قلت الاهلي عينه على الدوري، وفي من يضحك اخيرا سيضحك كثيرا. هل بعد هذا الفوز السادس المتتالي زاد تفاؤلك؟ بص الموضوع في طريقك انت. يعني انت مش محتاج طريق حد خالص، انت طريقك انت، يعني انت ماشي في الطريق بتاعك، لو مشيت ووصلت فيه بدون اي تعثرات ان شاء الله الرحمن خلاص انت خدت الدوري. مظبوط ولا مش مظبوط؟ صحيح. لكن في النهايه في الاول والاخر انت بتلعب مسابقه دوري فيها مباريات ممكن تساعدك او مباريات ممكن يبقى لها حساباتها في اطراف مختلفه، تمام؟ لكن انت وصلت للمرحله الحمد لله رب العالمين ان انت عندك فرقه كويسه جدا على المستوى المحلي والمستوى الافريقي، بتعمل حساباتك على حسب المرحله وبتكون واقعي جدا. يعني حتى على المستوى الافريقي مثلا انت عارف كويس قوي انك بتتاخد على مراحل، كابتن ابراهيم واستاذ عادل كابتن عادل واستاذ ابراهيم بتتاخد على مراحل، مرحله المجموعات غير المرحله اللي ذهابا وايابا، تمام؟ حتى تفكيرك فيها ممكن في دوري المجموعات يعني تريح دماغك شويه، تبقى محتاج تفصل شويه، وخصوصا لما يكون عندك ثلاث اربع مباريات في الدوري زي دلوقتي. رايحين هدفنا كله وتركيزنا كله وضغطتنا كلها في الدوري، بحكم ان البطوله الافريقيه هتستأنف وهترجع يوم 9، النهارده لسه 18، فانت بتتكلم حوالي 3 اسابيع او اكثر من دلوقتي، فقوتك كلها لازم تحشدها كلها في الدوري. ده اللي بيتحقق الحمد لله رب العالمين، لكن في اخر المطاف ان شاء الله الرحمن باذن الله انا واثق جدا في شخصيه الاهلي، واثق جدا في شخصيه اللعيبه، واثق جدا في طريقه تفكيرهم، واثق جدا في طريقه الفصل حتى ما بين البطوله والثانيه. اخبار الشناوي كابتن الشناوي الاجهاد اللي كان في الضمه دي؟ الحمد لله برضه النهارده هو كويس، نزل الحمد لله 400، يمكن في التسخين المره اللي فاتت بس الراجل اول ما الشناوي نقل له احساسه على طول فضل ان هو يريحه. انت بتلعب يا كابتن عادل كل 3 ايام، فلا قدر الله لو في لا لا ده سياسه هائله، بمجرد ما لاعب في شك ولو بسيط بتريحوه، وده الصح طبعا طبعا. لا وكمان انت يعني لا قدر الله دلوقتي لو انت واحد يغيب في شد ولا مز بتلاقي نفسه بيغيب 7-8-9 ماتشات، لان انت بتلعب كل يعني لو نفترض ان في اصابه هتقعد شهر مثلا، انت اكثر اسم يمكن في العالم لعب في شهر فبراير. شهر فبراير ده 28 يوم، لكن عندنا احنا ممتد، احنا لعبنا حوالي بتاع انت فبراير بتاعك 48 يوم، لان 8 مباريات فيه يمكن من اكثر فرق العالم اللي لعبت الشهر ده. تمام. فبالتالي اللي بيغيب او بيجي له حاجه ممكن يغيب بعدد مباريات من كتير مش قليل يعني. اهدار الفرص بالشكل اللي كانت عليه في مباراه الانتاج والنتيجه فضلت معلقه لغايه النهايه، اللحظات اللي كانت اقلقت الناس فعلا، هل الجهاز اتكلم فيها بعد المباراه؟ طبعا مستر مارتن اتكلم مع اللعيبه النهارده فيها، ويمكن كان كلامه واضح جدا في الموضوع ده تحديدا، يعني لهم مباراه كانت خلقنا فرص كويس والروح كانت كويسه وانا بهديكم عليها، لكن كان فيها اصرار كويس قوي. خلي بالك احنا على مدار ماتشاتنا مع الانتاج الحربي على طول كان بيبقى فيها نديه شديده جدا 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 جدا. صحيح. يمكن المباراه دي تحديدا فيها تفوق كبير، فيها تفوق شديد جدا جدا يعني. صحيح. يعني ما افتكرش ان في حاجه ممكن جت علينا تمثل لك خطوره غير احساسك في اخر دقيقه ولا حاجه. احساس بالظبط الفعاليه، انا بتكلم على الفعاليه، تمام؟ ايوه. لكن ما ينفعش ابدا ان انت يبقى في بالسيطره دي كلها وتسيب نفسك لحد اخر ثانيه بكره متشاطه من نص الملعب او كره ثابته ولا غلطه من عندك ولا حاجه ويطلع المباراه تعادل. فده كان درس جامد جدا الراجل اتكلم معاهم فيها طبعا. لكن انا ارجع اقول برضه ان انت في عوامل ايجابيه كثيره جدا في المباراه. اولا في روح عاليه جدا، في اصرار عالي جدا، في تركيز عالي جدا، في هدوء خلي بالك حتى وانت بتبني الهجمه وبتنهيها. مفيش توتر ومفيش عصبيه ومفيش تنشنه، اوكي؟ يمكن كل الفرص اللي اتيحت لينا ممكن كان يبقى فيها ممكن مش تركيز في الاخر في اللمسه الاخيره في اللحظه الاخيره، محتاجه دقه اكتر، محتاجه تعاون اكتر، مقبول. يمكن الحاجه الوحيده اللي كنت اخدها هي كره اجاييه مع رمضان صبحي، يمكن كره اجاييه مع رمضان صبحي كان فيها نوع من الجماعيه الزياده شويه. زياده شويه، تمام؟ لكن لازم تتعلم كويس، وخصوصا في افريقيا، انت في افريقيا كمان وانت بتلعب بره الديار
بتبقى محتاج نص فرصه مش عدد فرص كتيره يعني. لازم تتعلم اكيد منها. رمضان صبحي يغيب الانذار الثالث مش كده؟ مظبوط ان شاء الله. صالح جمعه قريب من العوده ولا موقفه ايه؟ طبعا هو موجود، كان مصاب على فكره بقى له فتره يعني، لسه راجع من حوالي 3 ايام ولا حاجه. لكن مشاركته بقى من عدمها مع مستر مارتن يعني. انما موجود في التمرين. موجود اه. طيب المشوار الافريقي تم تحديد بقى مواعيد السفر لماتش فيتا كلاب. بص احنا هنلعب يوم 9 و16 9 في مارس هناك مع فيتا كلاب. طبعا بتكلم مع مستر مارتن يعني، ممكن يبقى السفر يوم 6 او يوم 7 تمام، وصولنا هناك يعني ان شاء الرحمن يعني. لكن زي ما قلت لك يعني هي ترتيبات سفر وكل حاجه، لكن التركيز كله منصب على بطوله الدوري في الوقت الحالي. كابتن سيد ما تحرمناش من مداخلاتك. لا ازاي يا كابتن علي، انت تؤمر. شاكرين يا كابتن. قبل ما تقول عو هتلاقيني عندك حضرتك. دلوقتي انت هتهدى شويه ولا لسه هتشتغل على بعض التجديدات الفتره الجايه يعني؟ في حاجه ملحه؟ ما عندناش حاجه يعني، يمكن في ممكن يبقى عنصر ولا حاجه، لكن كله الحمد لله في استقرار قوي. هنبدا نشتغل بقى على الفرقه الثانيه. ماشي. شكرا جزيلا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، اللي اعتقد طمن حضراتكم على كل الاحوال، سواء اللعيبه اللي تم تجديد عقودها او تمديد عقودها علشان يحقق هذا الاستقرار الواضح جدا، او على كثره الجاهزين في الفتره اللي جايه وعوده كل المصابين والحمد لله، بحيث ان هم يكون كله تحت نظر لسارة المدير الفني عشان يقدر يستفيد بكل هذه القدرات يا باشمهندس. هي ما احلاها من ازمه، ما انا قلت لك يعني انك انت تبقى مضطر لشكل من اشكال التشكيل او التكتيك او التغييرات، غير انك انت تبقى قاعد عندك الاريحيه بتاخد انت بمعايير ثانيه خالص فنيه وانضباطيه في الملعب. فاتمنى ان شبح الاصابات يبعد عننا شويه. طيب ايضا الاهلي المباراه اللي جايه هتكون ان شاء الله مع الداخليه، مباراه مهمه جدا. الداخليه تحت قياده الكابتن علاء عبد العال فريق بيقدم كره حلوه، فريق عنده جماعيه واضحه جدا، له شخصيه في الملعب. نتمنى ان شاء الله تعب كل الفرق الجهاز الفني يتعامل مع المباراه باذن الله بكثير من التركيز. ومن المؤكد انه مارتن لاسارتي درس فريق الداخليه بشكل جيد جدا، يبقى باذن الله التركيز من اللعيبه، لانه يعني خلي بالك اللي بيخلق كل هذه المواقف الهجوميه تحتاج استغلال. بس الداخليه ماتش معانا من الدور الاول كان من الماتشات المزعجه، فقدنا نقطتين فيه يعني، وتعادلنا بالعكس كمان احنا في طيب الاهلي وهو بيطمئن على الحاضر وبيجدد لعيب عقود لعيبته وبيحقق الاستقرار، باصص لبعيد قوي، وده الحفاظ على شخصية الأهلي. ناشئ النادي الأهلي شاركوا في دورة ودية كبيرة في دبي، كان فيها برشلونة وفيها كتير من الأندية العالمية الكبيرة. كان رئيس بعثة ناشئ الأهلي في هذه البطولة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي. يا باشمهندس الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا استاذ ابراهيم، حياتي لحضرتك وباشمهندس عدلي. انت ايه جاي مش نايم واضح صوتك لسه ما نمتش. لسه مصري امبارح بالليل بقى، فكان كناش بننام هناك تقريبا والله. الحمد لله على السلامه. حطينا في الصوره بشكل كامل كده، الفريق كانت نتائجه ايه ووضعيته ايه، وانت تقييمك للموقف كان ايه؟ في بدايه الامر بس احب طبعا ان انا بس دعواتنا ربنا ربي يا رب يا رب. كنا عنده في المستشفى كلنا يعني من شويه و اخر الاخبار ايه؟ هي الحاله طبعا يعني موضوع البيجوبه ده ربنا يا رب بس يقوم بالسلامه. طبعا الدكاتره هناك قالوا بس ان شاء الله لو فاق منها على خير يا رب باذن الله الامور تبقى سهله يعني ان شاء الله ان شاء الله على خير بقى، فدعوات الجميع دي يا رب باذن الله تعالى ربنا يعجل له الشفاء ان شاء الله يا رب ان شاء الله. قصدك البطوله كانت ايه وشكل المشاركه والنتائج ايه؟ والله يعني يا استاذ ابراهيم طبعا زي ما حضرتك قلت كده، النادي الاهلي دايما تركيزه على الحاضر وتركيزه برضه على المستقبل، راسم طبعا الشباب الصغيرين والناشئين في مستقبل النادي، فبيبقى في اهتمام كبير من المركز بيهم. فكان ده هو الهدف من البدايه، ان احنا نعدهم هدف كويس يحتكوا بانديه عالميه زي اللي كانت موجوده في الدوري الدوليه.
كان في برشلونه، كان في تشيلسي، كان في ريال مدريد، كان في يوفنتوس، كان في يوفنتوس يعني انديه قويه جدا. هو كان 20 نادي، والحمد لله يمكن النادي الاهلي يتاهل دور 16، وبعد كده قابلنا برشلونه بطاقه قوي جدا. النادي الاهلي كان يعني افضل يعني استقاءه بشكل اكبر من برشلونه كمان، شهدت الجميع هناك، بس بالحظ ما حلفناش في المباراه يعني. انا اتفرجت على المباراه دي جزء منها كانت 3-0. الشويه اللي اتفرجت عليهم الاهلي ضيع جولين مستحيل يضيعوا ولا في الخيال، يعني الجون يكاد يكون فاضي. وشفت ان الاهلي هو اللي ماسك الماتش في الربع ساعه اللي اتفرجت عليها دي. ده كان حتى عشان قبل كان المباراه كلها يمكن كانت كده، هما بعتونا في اول الماتش خالص بجول من ضربه ركنيه، وبعد كده الاهلي استحوذ تماما، بعتونا الجول في اخر ثانيه الاول. يعني هم راحوا ثلاث اجوان النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت كده، انفرادين وكورتين تانيين برضو اجوان اكيد يعني ضيع اربع اجوان مثلا مدعوش. فبس الحمد لله في النهايه انت برضو الهدف هو ان انت يعني بتعلي برضو المستوى. خلص 3-0 ولا خلص كام؟ انا مش لا 3 هو خلص 3 الماتش ده 3، وبعد كده انتقلنا بقى للعب بعديها. اتكلم معاك رئيس بعثه برشلونه مش كده؟ بالظبط كده. هو بعد الماتش حتى الراجل، انا كنت قبل المباراه تبادلنا يعني شعارات النادي الاهلي وشعارات برشلونه قبل المباراه مع بعض. وانت خريج جامعه ريال مدريد بس ماشي. وما يعرفش بقى مش هقول له على المعلومه دي. تبادلنا مع بعض الشعارات، وبعد كده احنا لا الحقيقه اتكلمنا كتير بعد المباراه. يعني هو جالي بعد الماتش لوحده، يعني انا كنت بعد المباراه برضه متضايق ان الماتش كان يعني كان نفسي الاولاد حتى يتأجلوا نفسيا كان او معنويا كان هيبقى كويس. هو جالي بعد المباراه وقال لي يعني قال لي من النتيجه، هو نفسه يعني قال لي النتيجه غير عادله، قال لي نفسه المزاجين يعني درست، قال لي النتيجه فعلا يعني هو نفسه ما كانش متوقع سير الاحداث اللي كانت بتتوصل، والحظ حالفنا في المباراه. في حتى سلجادو برضه بعد كان حاضر وشاف. لا انا اللي شفته بيقول كده والله. ما هو سلجادو جه قال لي خد المباراه نتيجه التعادل. فالحمد لله هم في النهايه بلاد يعني برضه المميزات بقى ايه يعني كنت عدل ان هم حتى في المباراه دي خسروها وهم كانوا افضل، كانوا يعني طلع بقى عيط بعد الماتش وطلع يقول لك احنا ما نختارش النادي الاهلي ما نختارش يعني ده كلام الولاد السنه. يعني هم بيحاولوا يوصلوا مكالمه معايا طبعا كابتن باسم مطلوب كابتن جمال السيد، وهم مشكورين بصراحه عاملين يعني مجهود رائع مع الفريق فنيا ومعنويا وكل حاجه. طب النظام بقى مشي بعد برشلونه ايه اللي حصل؟ يعني مش فاهم يعني ايه كاس الفضيه. ما هي بعد برشلونه بص حضرتك عارف انت نظام كاس العالم باليد كده، مش بيبقى فيه كاس اسمه كاس الرئيس اللي هو بيبقى فيه مثلا الفرق اللي بتصفي من الاول لل 12 تقريبا، وبعدين من 12 لل 24 بيعملوا كاس ثاني اسمه كاس الرئيس. هي نفس النظام بتطلع دور 16 تأهل لدور الثمانيه، خلاص بتلعب على الكاس الذهبيه، والفرقه اللي خرجت دور 16 الثمانيه الثانيين بيلعبوا على الفضيه. يعني الحمد لله احنا كسبنا الفرقه الثانيه. الاهلي الحمد لله برضو الفرقه الثانيه يعني كانت فرق قويه. الاهلي كسبان ليفانتي في النهائي بضربات الجزاء اللي هي الماتش النهائي، تعادلنا 1-1 وكسبنا بضربات الجزاء. كان برضه لقاء قوي يعني ما كانش سهل. فالحمد لله ان انت برضه قدرت يعني احنا اتكلمنا معاهم بعد مباراه برشلونه اللي قلنا لهم احنا لسه عندنا بطوله برضه، واحنا يعني كنادي اهلي نرجع ببطوله. النادي الاهلي لازم برضه في الاول وفي الاخر هيروح ويلعب ويمثل تمثيل كويس، بس نرجع ببطوله ما نرجعش من غير حاجه. فعلا الولاد موتوا نفسهم في البطوله الثانيه ولعبوا وروح واصرار يعني صراحه اكثر من ممتاز، وحققوا فعلا البطوله ورجعوا بيها يعني. فدي اعتقد يعني بعيد عن نجاح ان انت كسبت لا او لا، بس فعلا الروح اللي لعبوا بيها والفنيات العاليه اللي عندهم يعني المدربين اللي كانوا هناك من برشلونه او من الفرق الاخرى اشادوا مستوى اكثر من لاعب من عندنا. وقالوا ان هم مستواهم يعني يأهلهم للعب في افضل انديه لو استمروا بهذا المستوى. فاحنا طبعا يعني دي الحمد لله مواهب موجوده في النادي، ده كنز يعني. انا بعتقد قطاع الناشئين ده كنز كبير في النادي. يا رب نفكر برضه نعمل في قطاع الناشئين دورات على هذا الغرار برضه
باشمهندس سراج، هو ان شاء الله عشان تعدي ده يعني اتجاه للتفكير من يعني كابتن خطيب والمجلس ان ده اللي فعلا التوجه، انه دايما يبقى الاحتكاكات دي موجوده، ان النادي الاهلي دايما يرعى حاجات زي كده للناشئين في بطولات عالميه، في اللوحات العالميه النادي الاهلي يشارك فيها وينظمها، يعني ده توجه موجود ان شاء الله في قريب باذن الله. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. الله يسلمك. شكرا جزيلا للمهندس محمد سراج، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه ناشئي الكره مواليد 2006 الى دبي، واعتقد هو ده الشغل الاحترافي في بدايه بناء شخصيه الاهلي. ازاي تقدر تنمي شخصيه الاهلي كفريق بطل وكفريق لعيبته او ولاده او حتى البراعم اللي اعمارهم صغيره يبداوا يحتكوا بالمدارس الاوروبيه الكبيره وباسماء الانديه الكبيره، علشان يبدا الكل يعتاد على اللعب من اجل المكسب بكل الروح قدام اي فريق. الاربع ان شاء الله الاهلي والداخليه، المباراه في الاسبوع 23 في ملعب بترو سبورت، المباراه هتبقى الساعه 7 مساء. الاهلي لعب مع الداخليه قبل كده 12 مباراه، فاز الاهلي في 8 وتعادلوا مرتين والداخليه فاز مرتين. الاهلي سجل في شباك الداخليه 22 هدف واستقبل من الداخليه 6 اهداف. هدافه الاهلي في شباك الداخليه سعد سمير عنده هدفين، ووليد ازارو عنده هدفين، ووليد سليمان عنده هدفين، وعماد متعب ومليك ايفونا وسليمان كوليبالي لكل منهم ايضا هدفان، لكن هدافه الداخليه 6 لعيبه لكل منهم هدف. اكبر فوز للاهلي كان على الداخليه 4-0 مره واحده، ومره كمان كان في 3-0 و3-1، واكبر فوز للداخليه على الاهلي كان 1-0. هذا الاسبوع ال 23 النهارده لعب فيه المقصه، كسب الجونه زي ما قلنا لحضراتكم في البدايه 2-1، لكن بكره الثلاث الجونه بيلعب مع بيراميدز، ويوم الاربع سموحه مع المقاولين، والجيش مع الزمالك، والاهلي مع الداخليه. يوم الخميس البتروجيت هيواجه الانتاج الحربي، وتختتم لقاءات الاسبوع 23 يوم الجمعه بمباراه النجوم والمصري. هل لديك اقوال اخرى؟ الصبر حدود. للصبر حدود، ونسألكم الدعاء. نسألكم خالص وحر الدعاء للصديق العزيز الأستاذ خالد التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه ويجتاز هذه المحنة الصعبة، لكن أملنا في الله كبير، وأملنا في دعوات حضراتكم كبير إن شاء الله. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير، نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.